يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا أحمد. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة يوم الجمعة الموافق 19 مايو 2023. وإحنا بنتكلم على يوم الجمعة فهو يوم يعني عطلة رسمية ومن أيام الأجازات. يا رب جمعة مباركة طيبة كده عليكم جميعا بإذن الله، وده بيخلينا اللي احنا نفتكر ذكرياتنا يوم الأجازة، لأن كلنا بيكون عندنا حاجات أو بلان معينة بنعملها يوم الأجازة تحديدا، لكن مع مرور الوقت بتختلف الأولويات وبتختلف المتطلبات من وقت للتاني، وبنرجع نفتكر حاجات كنا بنعملها زمان يا جمانة وللأسف مع الوقت اتغيرت. صحيح، دي حقيقة. يمكن أنا شوية بحب أحتفظ بعرف بروح الطفولية اللي عندي، فلو يعني مثلا وأنا صغيرة كنت ممكن أروح، بحب أروح طبعا الملاهي مثلا، ماما وبابا كانوا ياخدوني، إخواتي حتى الكبار كانوا ياخدوني. فاكر وإحنا صغيرين برضو كانوا بنروح اللي هي الأركيد أو المكان اللي بيبقى فيه الألعاب دايما، الألعاب اللي هي عارف انت الهوكي والحاجات دي. فانا كنت بحب الحاجات دي، او لحد النهارده على فكره بعملها، او سينما مثلا يوم الجمعه. انا كنت بحب قوي يوم الجمعه، كنت بستناه دايما، يا اما كان بيبقى هي دي الانشطه اللي بعملها، يا اما كنا بنروح عند جدتي. طبعا احيانا بيبقى في حاجات خارجه عن ارادتنا، وبنفتقد كده او بنفقد يعني اهالينا مع على مرور الوقت، الجدات والجدود، فدي حاجه خارجه عن ارادتنا. فيمكن دي الحاجه اللي انا افتقدها. لسه عندي جده ربنا يخليها لي، طبعا بنروح نزورها برده، لكن في حاجات تانية انا بحب احتفظ بيها يا احمد، زي ما قلت لك لما بحب مثلا لحد النهارده ممكن اروح الملاهي عادي جدا، لحد النهارده ممكن اروح اركيد المكان اللي بيبقى فيه الالعاب دي، لحد النهارده بروح سينما مثلا على قد ما اقدر. دايما بحاول احتفظ بالتفاصيل الصغيره اللي تخليك لسه من جواك برضو في 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 روح طفوليه بتفضل موجوده، واعتقد دي اللي بتخليك تكمل وانت مش باين عليك سن، على قد ما نقدر يعني. على قد ما نقدر. ليت الزمان يعود يوما لاخبره بما فعل المشيب، فما انه يعني احنا وعجزنا شويه. بس لسه اطفال. والله في الحمد لله، الحمد لله لحد دلوقتي خير. شايفين المشيب هيعمل ايه بعد كده، بس لحد دلوقتي خير الحمد لله. فاعتقد انه مهم انت دايما تحافظ على الروح دي، دي أهم حاجه بايدينا، دي اهم حاجه. انت بقى بتعمل ايه او ايه الحاجه اللي بتفتقدها؟ انت وانت بتتكلمي دلوقتي على فكره احتفاظك بروح الطفوله، يمكن طلعتي حاجه جوايا انا ما كنتش واخد بالي منها، لان انا في يوم من الايام رحت اخذت بنت اخويا الصغير من المدرسه، قلت لها بقول لك ما تيجي اوديك الملاهي، وهي لسه كيجي، لقيت نفسي انا بلعب الالعاب قبلها. ايوه، فاللي هو عارفه فعلا روح الطفوله اللي انت بتتكلمي عليها دي انا ما كنتش واخد بالي على فكره. صحيح. يعني انا ركزت لما انت قلتي دلوقتي جوانا كلنا، وبتطلع تحديدا لما يعني بتلاقي نفسك محطوطه في موقف، فبتلاقي الطفل اللي جواكي بدا يطلع. احيانا احنا ما بنكونش منتبهين ليها، وبنتحط في مواقف بناخد بالنا منها، وفي ناس فجاه تلاقيها خنقت الروح دي، وطول الوقت شايفه الوقت، شايفه الحياه مسؤوليه. صح. وشغل، وبنجري ورا دايما مساعينا او اهدافنا اللي عايزين نوصلها، ده مهم جدا جدا جدا، بس مش تقدر تحقق كل ده، لازم كمان انت من جواك تدي كده راحه لنفسك، تدي هدنه، تاخد هدنه. يوم جمعه ويوم اجازه دايما الحاجه اللي بفتكرها في حياه الامر فكره الدفى، لان كان يوم الجمعه ده بالنسبه لنا هو يوم لمه العيله، يوم كان جدي رحمه الله عليه كان دايما حريص جدا ان احنا كلنا نكون متجمعين، لو ورانا ايه، لو عندنا حاجه مهمه جدا كنت بلاقي ابويا يسيب اي حاجه واي التزامات، ولازم كلنا على الاقل فطار يوم الجمعه في بيت جدي. مع مرور الوقت اصبح ده موجود في بيت ابويا، لكن الاولويات بتتغير لما اخواتي الاثنين سافروا، فاصبح عارفه اللي هو خلاص بقى ما بقاش فيه اللمه اللي بتقدري تلميها او يعني كنا بنبقى حريصين عليها. فيمكن انا دي حاجه من الحاجات اللي انا بفتقدها في حقيقه الامر، فكره اللمه وفكره اللي احنا كلنا نبقى موجودين، لكن هي دي سنه الحياه وبطبيعه الحال، لان من وقت لوقت الدنيا بتتغير، من وقت لوقت بنحاول اللي احنا نحافظ على حاجه محدده، لكن للاسف ما بنقدرش اللي احنا نعملها علشان خاطر يعني زي ما انت قلتي الدنيا تلاهي كده، بتلاقي نفسك اتلهيتي في حاجه ما بقيتيش تقدري تعملي حاجه. من الحاجات اللي كنا زمان حريصين عليها يمكن حتى كمان في بيت ابويا كانت فكره الغداء، الغدا الساعة 2 بالظبط كنا كلنا بنتجمع علشان نتغدى. النهارده انت بقيتي تفطري
الساعه 2 اصلا. يعني هي الفكره للأسف. او ممكن بسبب شغلنا وطبيعه شغلنا في الميديا اغلب الوقت ممكن ما تبقيش موجوده في البيت، فتلاقي نفسك ما بقيتيش يعني حريصه على فكره حتى الاجازات والعطلات الرسميه اصلا بالنسبه لنا يوم بتختلف كمان. بالظبط، عشان كده بقول لك الموضوع اختلف مع المتغيرات والمتطلبات اللي موجوده من وقت للتاني. يعني دي اكتر حاجه بفتقدها، الحاجه اللي انت بقى لسه بتعمل، في حاجه لسه بتعملها من ايام الطفوله مثلا كل يوم جمعه او من وقت للتاني حاجه كنت تحب تعملها وانت طفل مثلا؟ صلاه الجمعه. طبعا. لا ده اكيد اكيد. لا ده اكيد، بس انا بتكلم يعني اي نشاط تاني كنت تحب تعمله مثلا وانت صغير. في مثلا ناس كانت متعوده تروح اليوم الجمعه مثلا تروح جنينه مثلا، حديقه عامه، تروح النادي، تروح مركز الشباب. دلوقتي الواحد ما بيصدق اللي هو يبقى عنده ساعتين ثلاثه علشان خاطر عارفه اللي هو ايه، النوم سلطان، فانا انامهم يعني ارتاح جسديا. ان اللي جسدك عليك العقل، انت بتخنق روح طفوليه على فكره يا احمد والله. لا بس انا هنصحك، انا هنصح اختك، انت بتنقط الطفل اللي جواه. هنصحك اختك يعني اعمل اي حاجه من الحاجات اللي انت كنت متعود تعملها وانت صغير. وبعدك اخلص الهوا النهارده واطلع الجنينه. مفيش فايده، انا اسفه. على اي حال ده سؤالنا الموجود في حلقتنا النهارده، ايه الحاجه اللي كنت تعملها زمان في يوم الاجازه وبقيت مفتقدها؟ مستنيين اجابات حضراتكم اللي هتكون معانا على سؤال حلقه وهنشاركها مع بعض خلال حلقه النهارده. سؤالنا موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين اجابات حضراتكم. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا، جمعه مباركه، صباح الخير يا مصر. قبل ما نبدا مع حضراتكم اولى فقراتنا، نروح نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونعرف منها اخر اخبار الطقس في القاهره والمحافظات المختلفه. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك يا احمد، وصباح الخير عليك يا جمانه، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. يعني صباح الخير عليك يا لمياء. لمياء عاوزين نعرف بس منك الاول، هل عندك طقوس او ذكريات مع يوم الاجازه وافتقدتيها مع مرور الوقت؟ طبعا كلنا عندنا ذكريات يوم الاجازه واحنا صغيرين. بحاول ان انا اعمل طقوس تبقى ثابته كده يوم الجمعه. زمان وانا صغيره علشان انا كنت متربيه في بيت عيله، فكان يوم الجمعه ده التجمع العائلي طول الوقت. صحيح. يعني الصبح بنفطر مع بعض، الرجاله بقى خلاني والولاد اللي موجودين عندنا في العيله بيروحوا بقى يصلوا الجمعه ونرجع، وطبعا يبقى في خلاف بيني وبين جدتي، هي عايزه تتفرج على الشعراوي وانا عايزه اتفرج على فيلم على القناه الثانيه، الفيلم العربي. ونقعد ونتغدى ونلعب بقى مع بعض الشطرنج والكوتشينا، واللي يكسب هو اللي يتأمر على الكل. لا كان بيبقى يوم حافل كده في برنامج. بلعب. رحت فولية. انا بحاول دلوقتي ان انا اعمل طقوس يوم الجمعه تكون ثابته، ان انا اقضي اليوم كله مع ابني، نخرج نروح النادي، نروح سينما مثلا، بحاول كده اثبت بعض البرامج. واعتقد بتطلعي روح الطفل اللي جواكي في فقره الاطفال. يا نهار ابيض، انا بسبقه على فكره، انا بسبقه على اي لعبه وبتبسط، بحس ان انا رجعت كمان لايام طفولتي، انا لسه صغيره برضو يعني. اكيد طبعا كده كده يعني. بصبح عليك وبصبح على كل مشاهدينا في كل مكان، وخلونا نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس النهارده. النهارده في انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، والطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد. كمان في نشاط للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد. كمان في فرص لأمطار خفيفة، وده هيكون على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 29 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أبو سمبل 36 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في العلمين 21 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. نرحب بحضراتكم مرة تانية، وكالعادة دايما بنبدأ معاكم أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أبرزها وصول سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في الدورة 32 للقمة العربية. تأتي مشاركة سيادة الرئيس بالقمة العربية في إطار حرص مصر الدائم على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، واستمراراً لدور مصر في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك وتوحيد الصف لصالح الشعوب العربية كافة. يعني يا رب تبقى قمة لم الشمل تحديداً، جمانة يمكن وفيها يعني تم تفعيل مقعد سوريا بمشاركة الرئيس بشار الأسد، فيا رب تكون يعني قمة هادفة ونلاقي فيها وحدة صف للوحدة العربية جميعاً. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أجرى جولة تفقدية لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قرية الوادي التابعة لمركز الصف في الجيزة. أما عن أخبار القوات المسلحة، فالفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة التقى بالفريق أول بحري جوسيبي كافو رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بجمهورية إيطاليا. خلونا نعرف تفاصيل أكثر من خلال هذا التقرير.
الأخبار اللي تصدرت الاهتمامات امبارح أبرزها وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في الدورة 32 للقمة العربية، وتأتي مشاركة الرئيس بالقمة العربية في إطار حرص مصر الدائم على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، واستمراراً لدور مصر في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك وتوحيد الصف لصالح الشعوب العربية كافة. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أجرى جولة تفقدية بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قرية الوادي التابعة لمركز الصف في الجيزة، وأكد رئيس الوزراء إن في توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة سير المشروعات اللي بيتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، وده للانتهاء منها وتشغيلها في أسرع وقت ممكن علشان تسهم في تغيير حياة المواطنين للأفضل. امبارح خلال جولته بمحافظة الجيزة تفقد الدكتور مصطفى مدبولي مشروع تنمية وتطوير المنطقة الاستثمارية بالصف اللي بتقع داخل نطاق المنطقة الحرة التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأكد مدبولي أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول الموجودة في المنطقة واستغلال مكوناتها على النحو الأمثل بإجراءات سريعة تحقق عائد اقتصادي من خلال أنشطة متكاملة تشمل تنفيذ مجمع للحرف اليدوية ومنتجع للجذب السياحي. كمان امبارح خلال جولته بمحافظة الجيزة تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ميناء 6 أكتوبر الجاف اللي تم تشغيله تجريبياً خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، وأكد رئيس الوزراء إن المشروع بيمثل نموذج مميز للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مرحلة بتشهد تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمنح فرصة أكبر للقطاع الخاص المحلي والأجنبي للمساهمة مع الدولة في تنفيذ المشروعات الكبرى. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة التقى الفريق أول بحري جوسيبي كافو دراغوانا رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بجمهورية إيطاليا والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً، وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت العلاقات العسكرية الثنائية وسبل تعزيز أفاق التعاون والتنسيق ودعم الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين الصديقين. امبارح استقبل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية سيسيليا روستروم راين السفيرة المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية وتطبيق القانون بوزارة الخارجية السويدية والوفد المرافق ليها بمقر القطاع. خلال اللقاء تم استعراض جهود الوزارة في مجال الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان وإنفاذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ضمن المنظومة الأمنية ومواكبة التطورات المتعلقة بالفلسفة العقابية الحديثة باعتبارها إحدى أولويات العمل الأمني. خلونا نروح لأخبار المحافظات، لأن دايماً محافظات الجمهورية بيكون فيها مجموعة متنوعة من الأخبار اللي بتهم المواطن. نبدأ ب يعني ما تم من بداية في استقبال المتقدمين لمبادرة إحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة بالغاز الطبيعي تحديداً في محافظة سوهاج. كمان تم تدشين المكتبة المنتقلة في عزبة البرج ضمن احتفالات العيد القومي لمحافظة دمياط. كمان في أخبار محافظات تم زيادة الأجر اليومي لعمال النظافة ل 50% في محافظة المنوفية وإصدار أكثر من 14,000 كارت ميزة لعملاء تكافل وكرامة في الدقهلية. أخبار تانية كتير من محافظات أخرى هنعرفها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. أحداث كتيرة حصلت امبارح في المحافظات، أبرزها إعلان محافظة سوهاج بدء العمل بساحة التخريط بمقر الحملة الميكانيكية بحي الكوثر واستقبال المتقدمين للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي. في دمياط دشنت المحافظة مكتبة مصر العامة المتنقلة في عزبة البرج تزامناً مع الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة وتزويدها بمجموعة متنوعة من الكتب لتقديم الخدمات الثقافية والأنشطة على أعلى مستوى. في أسوان تم وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مجمع مدارس الحصاية من مرحلة الحضانة للثانوي. المجمع على مساحة 8114 متر مربع وبتكلفة 49.2 مليون جنيه وهيضم 42 فصل دراسي. في المنيا أعلنت الوحدة العامة لحماية الطفل افتتاح غرف صديقة للأطفال تسمح لأعضاء وحدات الحماية الفرعية باستقبال الحالات والمحافظة على سريتها وخصوصيتها، وده بدعم من هيئة إنقاذ الطفولة بالمنيا.
في المنوفية قررت المحافظة زيادة قيمة الأجر اليومي لعمال منظومة النظافة على مستوى المحافظة بنسبة 50% مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية ومساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وهيتم تطبيق الزيادة اعتباراً من يوليو القادم. في الدقهلية تم إصدار 14498 كارت ميزة لعملاء تكافل وكرامة، وهتستلمها مديرية التضامن الاجتماعي للقيام بتوزيعها على العملاء المستفيدين على مستوى المحافظة، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من مساعدات تكافل وكرامة 233498 أسرة بمراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة. في الإسماعيلية أعلنت التربية والتعليم انطلاق أول أيام مجموعات الدعم المدرسي بإدارة شمال التعليمية، اللي بتستهدف تخفيف العبء على كاهل أولياء الأمور والحد من ظاهرة الدروس الخصوصية. في الأقصر أعلنت مديرية الأوقاف عن بدء مبيعات مشروع صكوك الأضاحي في 11 منفذ بالمديرية لعام 1444 هجرية 2023 ميلادية، وده في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي للوزارة، وبتبلغ قيمة الصك 5000 جنيه في الأضاحي المستوردة و8000 جنيه للأضاحي البلدية. في جنوب سيناء تم توقيع الكشف الطبي على 1646 مواطن وتحويل 47 حالة إلى المستشفى، وده من خلال قوافي الحياة كريمة اللي بتستهدف وصول الخدمات الطبية للأماكن الأكثر احتياجاً. نرحب بحضراتكم مرة تانية، وخلينا دلوقتي نروح لسؤال الحلقة ومشاركات حضراتكم. هفكركم بسؤال حلقتنا النهاردة، وهو إيه الحاجة اللي كنتوا بتعملوها زمان في الأجازة ومفتقدنا؟ هنبدأ بالأستاذ عبد الحكيم فهيم، بيقول صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليكم، صباح الخير على حضرتك. بيقول حاجات كتير أفتقدها الآن، يعني أتمنى أن حضرتك تقول لنا يعني بعض من الحاجات الكتير. طيب، في أستاذة سناء محمد بتقول صباح الخير عليكم جميعا، الإعلامية المحترمة جمانة والإعلامي أحمد. مفهوم الأجازة اتغير عن زمان، لأن المسؤولية بتزيد لما الأولاد بيكبروا، واختلاف متطلبات الأولاد، وإحنا نفسنا عايزين يعني نرتاح بعد أسبوع شاق من العمل. فكرة الأولاد والمسؤولية بتزيد من مع الأولاد، يمكن في دايما صورة كده شهيرة يجيب لك الولد وأبوه وهو ده لابس كوتشي عظيم جدا يعني أحدث حاجة، والأب لابس جزمة مبهدلة شوية، فيقول لك إيه أكتر حاجة بتعبر عن المسؤولية طبعا. يقول لك شايفة الأب بيضحي إزاي علشان ابنه. فهي دي فعلا، كل ما المسؤولية بتزيد، كل ما يكون في أولاد يا جمانة، الموضوع بيختلف تماما، وتلاقي نفسك بتضحي يعني الأول أكيد. نفسي لا، دلوقتي أنا ولادي أهم حاجة يعني. ده أكيد، يمكن الأشخاص الوحيدة اللي دايما بتبقى حابة تشوفك أحسن منهم هم والدك ووالدتك، بس في نفس الوقت برضو زي ما احنا دلوقتي بنفتكر كده ذكريات يا أحمد عن جدنا وعن جدتنا صحيح. وحضراتكم بتفتكروا ذكريات عن أبهاتكم وأمهاتكم، خلي كمان في ذكريات مع أولادكم ومعاكم، ذكريات كمان هم يفتكروها أكيد كويس جدا وهايل، ويعني شيء يحترم ويقدر جدا التعب والمجهود اللي الأسر بتتعبه عشان خاطر أولادهم صحيح. بس مش كل حاجة الحاجات المادية، أحيانا الذكريات دي الحياة ما تسرقناش بالبلدي زي ما بنقول كده. خلي ولادكوا يعني بعد عمر طويل ليكوا وربنا يديكوا الصحة يفتكروكوا بحاجة كنتوا حريصين دايما على تفعيلها، وتحديدا يوم الأجازة يا جماعة. صح، زي ما انتوا كده دلوقتي واحنا كلنا دلوقتي بنفتكر الذكريات دي، مهمة قوي الذكريات دي الحقيقة. في كمان سامية بيدي، أتمنى أكون قلت اسم حضرتك صح، بتقول أحلى صباح عليكم. الأجازة زمان كانت حلوة بوجود الغاليين، السنة والظهر ألف رحمة ونور عليهم، كل حاجة زمان كان ليها طعم خاص بوجودهم. في كمان أستاذ علاء هارون بيقول صباح الخير يا مستر أحمد، أنت والإعلامية جمانة. كنت بخرج أنا وأصحابي شوقي وشازلي وقريشي في الأجازة بنقضي يوم في الملاهي ونروح السينما ونلعب كورة، كانت أيام حلوة أنا وأصحابي، ودلوقتي مش بنشوف بعض غير بعد فترة، يا ريت زمان يرجع يا زمان، رحلة طفولة كانت أحلى الأيام. طبعا أيام الطفولة دي الحقيقة يعني لا تعوض. في كمان عبير محمد بتقول صباح الخير على كل مصر، اللمة والفطار مع العيلة. طيب، في أستاذ هشام مسعود بيقول صباح الخير على أحلى برنامج وأحلى مقدمين للبرنامج، أنا صاحي بفطر مع أبويا، أنا أصحى أفطر مع أبويا وأمي الله يرحمهم ويغفر لهم. بيتكلم من فكرة اللي هو الصحيان وكان حريص على الفطار
يوم الاجازه يعني مع والدي رحمه الله عليهم يعني. الله يرحمه. في كمان محمد العربي لمت الاسره وزياره الاقارب، بس ان شاء الله ترجع تاني والايام اللي جايه تبقى احلى يا رب. انا عاجبني ان كل التعليقات اغلبها من نص ساعه، من 10 دقايق، فكره ان الناس صاحيه وحريصه على الصحيان بدري حتى في يوم الجمعه تحديدا، وده اللي بيفكرني برضو انا شخصيا بامي يعني ربنا يديها الصحه، دايما حريصه يوم الجمعه اللي هي نصحى لازم نفطر يعني نتجمع. يمكن دي بقى الحاجة اللي حريصين عليها دلوقتي، نتجمع أنا وبابا وماما دلوقتي ونفطر سوا، وتشغل الشعائر بتاعة صلاة الجمعة تمهيدا اللي احنا ننزل كلنا الجمعة. فده الكلام التعليقات تحس ان هي البيوت المصرية كلها ألفة وفيها شبه من بعض كلها تحديدا يوم الجمعة ويوم الأجازة يعني. طبعا. وبعدين في ناس بيبقى متعود يصحى بدري يعني، حتى يوم الجمعة بيصحى بدري، حتى يوم الأجازة بيصحى بدري. صحيح. في كمان ثروه عدلي بيقول صباح الخير على حضراتكم، كنت بروح لامي الله يرحمها وابويا الله يرحمه ونفطر مع بعض واقضي اليوم معاهم الله يرحمهم. رحمة الله عليك. استاذه عبير سالم الغريب، استاذه عبير بتقول صباح الخير من بلد السحر والجمال عروس القناه الاسماعيليه، احلى ناس طبعا على اجمل مدعين، جمعه مباركه عليكم وعلينا، لمت العيله يوم الجمعه على الغدا، اصبح بصبح على أمي وبدعو الفوز للنادي الأهلي اليوم والتأهل للنهائي، يعني يا رب ربنا كده ينصر النادي الأهلي ويفوز بالنهائي، ويعني صباح الفل على والدتك. في الأستاذ يحيى أبو العيلة كمان، بص بقى التعليق ده لطيف جدا، لأنه لسه يعني بيعمل الحاجه اللي كان لسه بيعملها وهو صغير، حافظ على الروح، حافظ على روح الطفوليه. بقول صباح الخير واستعاده من اسكندريه، انا متعود كل يوم جمعه بعد ما اصلي صلاه الجمعه اروح العب كوره مع اصحابي، ميعاده النهارده عشان انا دلوقتي بحضر نفسي عشان الساعه 8 الصبح رايح البحيره ازور متحف رشيد باذن الله، وبصبح على الناس اللي بحبهم جدا اللي برنامج صباح الخير يا مصر، صباح الخير وجمعه مباركه. صباح الخير على حضرتك استاذ يحيى، بيعرف يستمتع يعني، اللهم لا حسد، احنا نفسنا يبقى الكل زيك كده استاذ يحيى، فكره المتاحف وفكره الاثار وفكره الاستمتاع بالطبيعه اللي موجوده. الواحد بيزعل قوي لما يلاقي ناس يا جماعه حريصه ان انا عاوز اسافر الدوله الفلانيه في اجازه الصيف، انا عاوز اطلع بره مصر اشوف، على فكره عندنا حاجات حلوه قوي نقدر نستمتع بيها، لا اعرف معالم بلدك الاول وبعد كده طبعا كلنا بنحب السفر ونكتشف اماكن جديده، بس مهم كمان ان احنا نعرف اماكن في بلدنا، نبقى عارفين محافظات مصر فيها ايه، احنا عندنا حاجات كتير جدا جدا جدا، سياحه داخليه فعلا مهمه جدا وحقيقي هتتبسط جدا في مصر، مصر فعلا حلوه قوي، ويمكن كل حد ليه ذوق معين هيلاقيه، اللي بيحب المتاحف والاثار والسياحه الثقافيه هيلاقي كتير جدا، اللي بيحب السياحه الشاطئيه كتير جدا حلوه قوي. يمكن انا واحده من الناس اللي تعرف ان هي بالجمال ده، لا ما كنتش اعرف بصراحه، انا اتفاجئت بس لما رحتها، حلوه جدا وفيها على فكره اجانب كتير جدا كمان موجودين هناك. على اي حال دي كانت بعض من مشاركات حضراتكم، هنروح لفاصل سريع وبعدين نرجع نكمل معاكم باقي حلقتنا في صباح الخير يا مصر، استنونا. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، والطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية. الجو كمان هيكون لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. كمان في النهاردة نشاط للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، والرياح دي ممكن تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد. كمان في فرص لأمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غينم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، والصباح الخير كمان على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك، وطمنينا، هل استمرار انخفاض درجات الحرارة مستمر معانا، ولا يعني علشان حالة فصل الربيع أنه بيبقى فيه تباين طول الوقت في درجات الحرارة ارتفاع وانخفاض؟ لا هو طبعا احنا لسه في فصل الربيع، فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة، فهيحصل طبعا اختلاف في درجات الحرارة من يوم للتاني، يعني أيام هيكون فيها انخفاض وأيام هيكون فيها ارتفاع، خاصة ان احنا بدأنا النص الثاني من فصل الربيع اللي معروف بتكرار موجات ارتفاع في درجات الحرارة. انخفاض درجات الحرارة ده انخفاض هيكون اليوم وغدا ان شاء الله، في استمرارية لانخفاض درجات الحرارة الجمعة والسبت على اغلب محافظات الجمهورية، وده بسبب التأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، بالاضافه كمان ان في منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا هيعمل على تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه اللي بدورها هتؤدي لحجب جزء من اشعه الشمس خلال فتره النهار، فهيساعد على الاحساس بانخفاض درجات الحراره،
والعظمى على القاهرة الكبرى هتكون 29 درجة مئوية خلال فترة النهار، وتعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، حيث الطقس خلال فترة النهار طقس حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، والطقس نقدر نقول عليه مائل للدفء على السواحل الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط. مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل تدريجيا بيحصل طبعا انخفاض في درجات الحرارة، هيكون ملحوظ أكثر ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، لأن الصغرى فترة الليل على القاهرة الكبرى هتوصل ل 17 درجة مئوية، فهنحس في فترات الليل المتأخر والصباح الباكر بالأجواء المائلة للبرودة على أغلب المحافظات الشمالية حتى القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، أجواء معتدلة فترة الليل على المناطق الجنوبية، بالإضافة كمان إن هيكون في نشاط نسبي للرياح هنحس بيه أكتر فترات المساء وساعات الليل على أغلب محافظات الجمهورية. نشاط الرياح ده هيساعد كمان بشكل كبير على إحساسنا بمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، وقد يكون مثير لبعض الرمال والأتربة على المحافظات الجنوبية شمال وجنوب الصعيد، ممكن يكون عليهم بعض الأتربة والرمال المثارة. كمان مع وجود المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا هيكون في فرص لسقوط الامطار متوقع على بعض المناطق من سواحلنا الشماليه الشرقيه وبعض المناطق من شمال الوجه البحري، يعني نعتبر كده من البحيره وكفر الشيخ والدقهليه دمياط بورسعيد رفح العريش، المناطق دي معرضه لسقوط امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه بتبقى على فترات متقطعه، وكمان ممكن نلاحظها في اماكن والاماكن الاخرى لا. زي ما قلنا في الاول في استمرار انخفاض درجات الحراره ان شاء الله غدا السبت على اغلب الانحاء، لكن مع يوم الحد القادم تبدا تاني الكتل الهوائيه تكون كتل هوائيه صحراويه تاثر علينا، فبالتالي هيكون في ارتفاع تدريجي في درجات الحراره على كافه الانحاء وهيستمر معانا على مدار الاسبوع حتى يوم الاربعاء القادم ان شاء الله. عشان كده بننصح كل الساده المشاهدين مهم جدا ناخد بالنا من نوعيه الملابس فترات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر، لان لسه في بروده في الجو خلال الساعات المتاخره من الليل، لو احنا بنخرج في فتره الصباح الباكر او الساعات المتاخره من الليل يفضل ان الملابس ما تكونش ملابس صيفيه كامله. مهم كمان قائد المركبات والمسافرين على الطرق تكون القياده بهدوء تام فتره الصباح الباكر، لان في شبوره مائيه بتختلف كثافتها من يوم للتاني، وكمان طبعا مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه ناخد بالنا لان هيكون في اتربه ورمال مثارة على مدار الاسبوع القادم ان شاء الله في بعض الايام، فمهم جدا واحنا خارجين لازم نرتدي الكمامات. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منال غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي تعالوا مشاهدينا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره العظمى فيها 29 والصغرى 17، العاصمه الاداريه 30/16، اسكندريه 23/16، العالمين الجديده 21/18، مطروح 22/18، دمياط 25/17، بورسعيد 24/18، الإسماعيلية 29/19، السويس العظمى فيها 30 والصغرى 17، العريش 25/16، كاترين 28/10، طابة 30/19، حلايب 30/21، شلاتين 34/21، شرم الشيخ 33/22، الغردقة 33/22، الفيوم العظمى فيها 30 والصغرى 18، بني سويف 29/17، الوادي الجديد 32/20، أسيوط 30/17، سوهاج 32/18، قنا 33/22، الأقصر 34/22، وأخيرا أسوان 35 والصغرى 23. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان توصيات هيئة الأرصاد الجوية. مرة تانية هنرجع لجمانة وأحمد ونكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لميا، والشكر موصول لدكتورة منار غانم. شكرا مشاهدينا، دلوقتي معادنا مع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله. كمان النهارده في ماتش الاهلي مع الترجي التونسي في اياب دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتنطلق في السعودية الدورة 32 للقمة العربية العادية، قمة التجديد والتغيير، بمشاركة قادة الدول العربية ورؤساء الوفود. وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية بتأتي في إطار حرص مصر الدائم على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، واستمراراً لدور مصر في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك وتوحيد الصف لصالح الشعوب العربية كافة.
النهاردة دور الإفتاء هتستطلع بعد صلاة المغرب هلال شهر ذي القعدة لعام 1444 هجرية بواسطة اللجان الشرعية المنتشرة بمحافظات الجمهورية، وهيتم إصدار بيان بنتيجة رؤية الهلال. النهاردة الخط الثالث لمترو الأنفاق هيتم زيادة عدد ساعات العمل به لتنتهي في الواحدة صباحاً، كمان زيادة عدد القطارات، وده بالتزامن مع إقامة مباراة الأهلي والترجي التونسي، ومعدل التقاطر هيقل الخمس دقايق ونص بين كل قطار. النهاردة العشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع مباراة قوية في إطار إياب الدور نصف نهائي لدوري أبطال إفريقيا، واللي هتجمع بين الأهلي والترجي التونسي الساعة 10 بالليل. دلوقتي خلينا نروح مع حضراتكم للعبة أو رياضة اسمها رياضة الكبادي. دي رياضة جماعية مشهورة جدا في جنوب وشرق آسيا، كانت انطلاقتها الأولى في دولة الهند، وبتعتبر رياضة جماهيرية أو الشعبية كمان في الهند، لأنها مش محتاجة أدوات أو ملاعب خاصة، لكنها بتحتاج لقوة بدنية ولياقة ونفس طويل. ده حقيقي، لأن اللياقة تحديدا مطلوبة عشان هي ميكس ما بين أو خليط ما بين الرجبي أو كمان المصارعة، وبتعتبر رياضة تنافسية لتعليم النشأ تحديدا والشباب القوة وروح المنافسة. علشان كده وزارة الشباب والرياضة أطلقت المشروع القومي لنشر لعبة الكبادي بين تلاميذ المدارس. تعالوا نعرف تفاصيل أكتر من هذا التقرير. الكبادي رياضة جماعية انطلقت شهرتها في جنوب وشرق قارة آسيا وتحديداً في دولة الهند، ويطلق عليها رياضة الجماهير بسبب بساطتها وعدم حاجتها لأي أدوات أو ملاعب خاصة. لعبة الكبادي خليط بين المصارعة والرجبي، وتحتاج إلى قوة بدنية ولياقة ونفس طويل وتناغم عضلي مع سرعة رد الفعل في نفس الوقت، فهي تعتبر رياضة تنافسية تعلم النشأ والشباب القوة وروح المنافسة، وهو ما جعل وزارة الشباب والرياضة تعمل على نشر اللعبة في مصر من خلال انطلاق المشروع القومي لنشر لعبة الكبادي لتلاميذ المدارس بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية والاتحاد المصري للكبادي تحت شعار كبادي المدارس المصرية. وتم الإعلان عن المشروع الشهر الماضي من خلال مديرية الشباب والرياضة في هذه المحافظة طبقاً لشروط ومواصفات محددة، وتم الاختيار المبدئي للاعبين المستهدفين، ثم تم الاختيار النهائي من خلال لجنة فنية للمشروع تتضمن مجموعة اختبارات لقياس عناصر اللياقة البدنية الأساسية. وقد تم عمل الاختبارات اللازمة على أن يكون قوام كل فريق 12 تلميذاً أساسياً بالإضافة إلى 3 احتياطي. هدف هذا المشروع هو نشر اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسة من الناشئين، وسوف يتم تنفيذ المشروع على مدار 7 أشهر يتم فيها التدريب على المهارات الأساسية للعبة وتنفيذ لقاءات مجمعة بين المراكز ببعضها البعض، بالإضافة إلى إعداد لقاءات تنافسية مع الفرق بالأندية الأخرى. يعني لعبة الكبادي هي لعبة شعبيتها في الهند بتفوق شعبية كأس العالم في البرازيل. طيب خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن يعني هذه اللعبة واهتمام وزارة الشباب والرياضة بها من خلال الدكتورة وفاء موسى مدير عام الإدارة المركزية للنشأة المدرسية بوزارة الشباب والرياضة. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. يعني عاوزين نعرف تفاصيل بقى من حضرتك، إيه هي لعبة الكبادي تحديداً، وليه أصبح عندنا اهتمام بتعليمها ونشرها أو نشر ثقافة لعبة الكبادي ما بين ولادنا في المدارس؟ أولاً خليني أشكركم على التقرير الجميل جداً اللي أنتوا عاملينه. يعني أنتوا اديتوا تعريف كامل فعلاً عن اللعبة. أنا دكتورة وفاء موسى مدير عام الإدارة العامة للتنشئة المدرسية. نعم. دي إدارة مركزية لتنمية النشأ، ودي وكيل وزارة أستاذ جيهان حنفي. احنا تبنينا مشروع رياضة الكبادي وبدأنا نعممه. احنا إدارة منوط بيها العمل داخل المدارس او لتلاميذ وتلميذات مدارس جمهورية مصر العربية. مفهوم. بنشتغل مع المرحلة السنية تحت ال 18 سنة. رياضة الكبادي رياضة زي ما سمعنا في التقرير رياضة شعبية جدا في الهند. بدأت في مصر وبدأ يكون عندنا اتحاد مصري للكبادي 2017-2018، فهي لعبة ناشئة في مصر. وبالتالي احنا كان واجبنا في وزارة الشباب والرياضة وبناء على توجيهات وتعليمات دكتور أشرف صبحي بتبني كل الألعاب الجديدة ان احنا نعمل على نشر وتوسيع قاعدة الممارسة بتاعتها. من هنا جه اختيار لعبة الكبادي.
ليه في المدارس؟ عشان زي ما قلت لحضرتك احنا طبيعة شغل الإدارة جوه المدارس مترجتين المرحلة السنية 11 و12 سنة، لأن بداية البطولات داخل الاتحاد المصري للكبادي من 13 سنة. طيب دكتور وفاء، يعني خليني اسال حضرتك اشمعنى هذه الرياضه تحديدا؟ في البعض يقول مثلا احنا بنتكلم على انها خليط بين او مزيج بين الرجبي الاقرب زي بتقال عليه امريكان فوتبول او كره القدم الامريكيه والمصارعه، فهي لعبه يعني الى حد ما فيها نوع من انواع خلينا نقول العنف، او يعني محتاجه قوه بدنيه عاليه، وفي نفس الوقت في كل رياضة بتبقى من دورها أو بيبقى ليها حاجة أو صفة معينة بتعلمها طبعا للشخص اللي بيلعب أو بيمارس هذه الرياضة. اشمعنى رياضة الكبادي؟ يعني هذه الرياضة إيه الأثر اللي بتتركه في نفس الشخص اللي بيمارسها؟ خليني أصلح مفهوم. هو فعلا المفهوم اللي ساد عن لعبة الكبادي إن هي لعبة عنيفة. لا، هي ما فيهاش أي نوع من أنواع العنف، حتى الاحتكاك اللي بيحصل هو مجرد إنه بيكون مجرد لمس. يعني هي بتتلعب من فرقتين، بيطلع لاعب مهاجم بيروح للفرقة الثانية اللي هي في نص الملعب الثاني اللي هو بيسمى الفريق المدافع، بيحاول ياخد نقط. بياخد نقط عن طريق حاجتين، إما إنه بيلمس اللاعب لمس فقط دون إيذائه، وبالعكس إنه هو لو أذى الولد أو لمس بطريقة فيها إيذاء ليه بيقع عليه هو نقط، وبيتحسب للنقط للفريق. إذن فهي مش رياضة عنيفة حسب المفهوم؟ لا لا خالص، هي مش رياضة عنيفة بالمرة. طيب اللعبة دي يا فندم زي ما سألت حضرتك، هي يعني إشمعنى اخترتوا رياضة الكبادي؟ يعني في رياضات منتشرة في العالم كله بتكون ألعاب أو رياضات شعبية في مختلف أنحاء العالم، إشمعنى هذه الرياضة تحديدا؟ والله هو يعني مصر متسعة لجميع الرياضات، وفي ناس كتير جدا بتجتهد لان هي تكتشف بعض الالعاب وتنشرها وتدخلها. فدكتور اسامه سعيد رئيس الاتحاد المصري للكبادي من 2017 او 2016 وهو بدا جاب اللعبه دي، كان اعتقد في الهند او في جات له دعوه، جات دعوه من الاتحاد الهندي للكبادي وحضر واقتنع باللعبه وبدا ينشر اللعبه في مصر وبدا ان هو ياسس اتحاد كبادي. دورنا احنا كوزاره الشباب، او احنا ليه كوزاره الشباب اخترنا نساند لعبه الكبادي؟ لان زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا قطاع البطوله اللي هو بيشتغل مع الاتحادات والمنافسه، وعند وفي ادارات بتسعى الى توسيع قاعده الممارسه ونشر الالعاب. فبما ان هي لعبه لسه مش معروفه قوي لدى المجتمع المصري مزبط. فاحنا فكرنا ان احنا نشوف لعبه يعني ما تكونش واخده شعبيه، فكره التعميم ونشر الثقافه، وبدانا نتبناها. نعم، التعميم ونشر الثقافه، وفكره ان حاجه حلوه اللي احنا يعني نعلم ولادنا واخواتنا في المدارس الرياضه بشكل عام ايا ما كان نوع هذه الرياضه والمسميات. لكن هدف رئيسي من تواجدكم في المدارس هو نشر الثقافة ودعم الاتحاد المصري للكبادي بعناصر متميزة. إزاي ده بيحصل بقى؟ أولاً المشروع لما كوناه في لجنة فنية مكلفة من الاتحاد المصري للكبادي هي اللي بتتابع مع لجنة وزارة الشباب والرياضة الأداء. يعني تم انتقاء المشروع، تم عمله على مرحلتين، مرحلة الانتقاء وكانت اللجنتين سواسية فيها مع بعض مع مديريات الشباب والرياضة. وبالمناسبة هي مش بس في محافظة الدقهلية، احنا تم الاختيار لسبع محافظات كبداية للمشروع. منهم محافظة الدقهلية، الشرقية، الغربية، بورسعيد، المنوفية، القليوبية. المشروع شغال في السبع محافظات. اللجنة الفنية للاتحاد هي اللي حطت الاختبارات اللي بيتم عليها الاختيار بناء على عناصر اللياقة البدنية اللي محتاجاها اللعبة. يعني احنا طبعا هي اللي تنتقي العناصر اللي ممكن بعد كده تضمها وتغذي بيها المنتخب الوطني للكبادي في مصر. نعم، يعني احنا بنشكر حضرتك دكتورة وفاء موسى مدير عام الإدارة المركزية للتنشئة المدرسية بوزارة الشباب والرياضة، ويا رب يبقى عندنا عناصر متميزة نقدر اللي احنا ندخل بيها للبطولات العالمية بإذن الله في لعبة الكبادي. طيب خلينا ننتقل مع حضراتكم دلوقتي لملف كمان الحوار الوطني، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني ناقشت عدد من القضايا المهمة المتعلقة بالقضاء على التمييز ودور الدولة في حماية الحريات العامة. خلينا نتابع هذا اللقاء مع دكتور نفيد مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسي. احنا على فكرة بدون ترتيب كده المحور المجتمعي بيشتبك النهاردة اشتباك كبير قوي
بقضية مكافحة التمييز اللي كنت يعني بأشرف بأن أنا بأدير النقاش فيها. إحنا بنتكلم وصاية المرأة على أولادها وعلى مال أولادها القصر بعد وفاة زوجهم فالاثنين مرتبطين ببعض. إحنا في المحور السياسي في لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة كانت أول قضية ناقشناها هي قضية مكافحة التمييز، وبالتالي التمييز طبعا ده مروحة واسعة جدا، يعني له أبعاد مختلفة، دين ولغة واتجاه سياسي وطبقة ومسكن مقر موجود في أقاليم ولا موجود في العاصمة، يعني مروحة شديدة الاتساع، ومن ضمنها النوع طبعا المرأة. لكن من حسن الحظ ان الاتجاه العام اللي كان سائد كان ضد فكرة التمييز، وسيقت بقى في السياق ده يعني آيات من القرآن ومن الإنجيل بتؤكد على فكرة رفض التمييز، فده شيء إيجابي. طبعا في بعض الناس كان ليهم اختلافات شوية، ان هم خايفين مثلا انه المطالبة بعدم التمييز تخرجنا عن اطار المجتمع المصري الى اخره، لكن يعني المينستريم الاتجاه العام كان كله في اطار لا احنا لازم نضبط الممارسات التمييزية، خصوصا ان بعض الممارسات دي بتتم دون وعي. يعني احيانا الواحد بيتصور مثلا لو هو جاي على ندوه وجاي متاخر ولا انا اريد ان اتكلم مثلا 10 دقائق اكتر من غيري لان عندي كلام مهم، طب انا بدايه لما افترض ان كلامي هيكون كلام مهم وان كلام الاخرين كلام اقل اهميه، فده تمييز بدون ان اشعر ان انا بعمل تمييز، لكن هو ده تمييز. وقيس على كده بقى انه حد يسبقك في الطابور، لا فانت عايز فاللي بيسبقك في الطابور ده شايف ان هو وقته اسمن من وقتك. انا بشوف ان الهويه الثقافيه دي اهم يعني مكون من مكونات الشخصيه المصريه، لانه ببساطه الشخص اللي يعني تايه او ضايع لا يمكن يبقى لا شخص منتج ولا منجز ولا منتمي ولا اشياء من هذا القبيل. فانا هتكلم ازاي نرجع اولادنا للعامية اللي احنا تعودنا عليها، مش للعامية الشائعة حاليا واللي لهاش علاقة ابدا بالعامية اللي احنا تعودنا عليها. يعني العامية دي اللي كتب بيها حد زي صلاح جاهين، ومن كتر ما كانت عاميته عبقرية يعني اتقال انه احنا خايفين على اللغة العربية منها. يعني احمد شوقي قال انا اخشى على الفصحى مثلا من عامية بيرم. ليه؟ لانه بيرم كان جعل او ارتقى بالعامية الى مستوى اصبح يعني بيهدد فعلا لانها سهله وبتنتشر وبتنساب وبتنفذ الى اخره. فازاي احنا نرجع نفسنا واطفالنا للعاميه العاديه المصريه التقليديه اللي دخلتنا كمان على فكره كل الدول العربيه، يعني مسلسلات زمان طبعا طبعا هتبص تلاقي كل الشعوب العربيه بتتكلم اللهجه المصريه القديمه، لكن احنا لازلنا مثلا بنواجه صعوبات في التعامل مع بعض اللهجات العربيه في المغرب العربي خصوصا الى اخره. فدي نقطه هتكلم فيها. النقطه الثانيه هي نقطه اللغه الفصحى، الناس بتنفر منها وبتهجرها، والطلبه حاليا يعني يا اما بيكلموا انجليزي يا اما بيكلموا اللغه الهجين دي العاميه اللي هي هجين من حاجات مختلفه، وبالتالي ازاي احنا نحبب الاطفال في اللغه في لغتهم العربيه الفصحى اللي هي هويتهم. يعني فكره الحفاظ على الهويه المصريه وتحديدا اللغه العربيه اللي بتميزنا، يعني اهم ما طرح بالامس في جلسه الحوار الوطني في المحور المجتمعي. يمكن كمان زي ما احنا عارفين ان يعني ما يميز الحوار الوطني هو حوار فعال، حوار بيشارك فيه كل فئات المجتمع المصري وممثلي الشعب وكمان شباب وسياسيين وأحزاب وشخصيات عامة، علشان يثروا يعني النقاش والأفكار اللي مطروحة في هذه الجلسات العامة تحديدا المذاعة على الهواء مباشرة. تعالوا نشوف لقاء آخر لدكتور محمد علام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. هو طبعا اليوم كان في جلسة الهوية كالحديث على الهوية المصرية، ونحن نعلم تماما أن الحوار الوطني وفي التوقيت الحالي هو تأسيس لعقد اجتماعي جديد. هذا العقد الاجتماعي الجديد تبنى عليه الجمهورية الجديدة التي نسعى إلى تحقيقها جميعا. فمجرد أن احنا نتناقش ونتراءى
ونختلف ونتفق في سياق واحد على رؤية مستقبلية للوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والقانوني في مصر، حتى يكون العمل بعد ذلك في الجمهورية الجديدة على أساس علمي وفكري سليم. النقاش كان على الهوية المصرية، الهوية المصرية وما يميزها من ثقافة وما يميزها من دور الإعلام ودور للفن ودور للأخلاق والأداب العامة. نصل لآليات معينة من خلال مؤسسات الدولة، من خلال منظمات المجتمع المدني، من خلال المؤسسات المختلفة داخل المجتمع، أنها تتبنى استراتيجية قومية للحفاظ على الهوية الوطنية. الثمانة صباحا وموعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع لميا حمدين. تفضلي يا لميا. شكرا لك جمانة. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. يشارك اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية 32 في جدة. هذا وأكدت رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي سيؤكد في كلمته أمام القمة على جوهر الخروج من الأزمات التي تعاني منها المنطقة، وهو دعم الدولة الوطنية باعتبارها من مكتسبات الشعوب، محذرا من أن مؤسسات الدولة إذا تم تجريفها فإن ذلك سيؤدي إلى ضياع مقدرات الشعوب التي تحميها وتصونها الدولة الوطنية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية للوفد الإعلامي أن الرئيس السيسي سيؤكد خلال كلمته على توحيد الصف العربي ورغبة مصر الصادقة في دعم مساعي تحقيق التكامل بين الدول العربية وجهودها وقدراتها وإمكاناتها لتسوية خلافات البيت العربي بالتوازي مع المسار الدولي بشقه الجيوسياسي المتمثل في الأزمات الدولية. وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي سيتناول في كلمته الحوكمة الاقتصادية العالمية وضرورة النظر في علاج منظومة التمويل الدولي، كما سيتطرق الرئيس السيسي إلى الأزمة في السودان وأهمية تسوية قضايا المنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار في الوطن العربي. قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان إن مجلس أمناء الحوار قد أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع القادم. وأشار المنسق العام للحوار الوطني إلى أن الأسبوع الثاني سيتضمن جلسات للمحور السياسي لمناقشة قضايا الأحزاب السياسية وقانون المجالس المحلية، على أن يناقش المحور الاقتصادي قضايا لجنة الصناعة ولجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، فيما سيناقش المحور المجتمعي قضايا التعليم قبل الجامعي والقضية السكانية. أدانت مصر اقتحام عدد من المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين الإسرائيليين ومجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى الشريف في إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام، وما صاحب ذلك من أعمال استفزازية وممارسات تهدف إلى التضييق على المصلين وإثارة مشاعرهم ومشاعر عموم الشعب الفلسطيني. وأكدت مصر أن ذلك يمثل تصعيدا غير مسؤول ويؤجج المشاعر ويزيد من التوتر والاحتقان القائم في الأراضي المحتلة، مطالبة بضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس والذي يعد فيه المسجد الأقصى وقفا إسلاميا خالصا، مشددة على أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة في يونيو 1967 بالمخالفة لقواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية التي لا تعترف بضم الأراضي بالقوة. أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف استعداد روسيا للمساعدة في حل أزمة السودان. تصريحات المسؤول الروسي جاءت على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا العالم الإسلامي، حيث أكد إمكانية توفير منصة للمفاوضات بين الأطراف المعنية إذا لزم الأمر، مشددا في الوقت ذاته على معارضة بلاده للتدخل الأجنبي في الشؤون السودانية. صدرت تحذيرات من غارات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا باستثناء المناطق الغربية النائية في ساعة مبكرة من صباح اليوم. وحذر الجيش الأوكراني من ضربات صاروخية محتملة في منطقتي أوديسا وميكيلوف الجنوبيتين، كما وردت تحذيرات من هجمات بطائرات مسيرة في كييف وفي مناطق غرب العاصمة.
أكدت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء ريشي سوناك يعتزم الإعلان عن حظر الماس وواردة المعادن من روسيا بما في ذلك النحاس والألمنيوم والنيكل، كما ستستهدف بريطانيا بالعقوبات 86 شخصية وشركة روسية من الدوائر المقربة للرئيس الروسي. يأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد قمة مجموعة السبع في هيروشيما اليابانية والتي من المقرر أن تبحث فرض مزيد من العقوبات على روسيا. هذا ومن المقرر أن يحضر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي بحسب مصادر بالاتحاد الأوروبي. يجتمع اليوم مفاوضون من البيت الأبيض وعدد من النواب الجمهوريين لمواصلة البحث عن أرضية مشتركة لرفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار. وكانت نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس وكبيرة المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض لايل برنارد قد أكدت أن تخلف الولايات المتحدة عن دفع أو سداد ديونها سيدفع بالاقتصاد الأمريكي إلى الركود. رياضيا، يلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في 10 من مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. هذا وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بتونس الأسبوع الماضي بثلاثية نظيفة حملت توقيع بيرسيتاو هدفين وكهربا هدفا، ويرغب المارد الأحمر في حسم التأهل الليلة للنهائي الإفريقي ومواجهة الفائز من سان داونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي. مشاهدينا، انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. نرحب بحضراتكم مرة تانية. بكل تأكيد لجنة التعليم في الحوار الوطني عندها مجموعة من الملفات الهامة اللي بتخص تحسين جودة التعليم وتدعيم التعليم الفني ودوره في المجتمع. ده حقيقة جمانة، ويمكن جلسات الحوار الوطني اللي احنا تابعناها بتقول ان في جديد بيحصل، اللي احنا فعلا كنا محتاجين نقعد علشان خاطر يعني نناقش كل واحد عنده قضية، كل واحد عنده ملف مهتم بيه يقدر اللي هو يضيف فيه. واكيد هنشوف اضافات كتيرة في ملف التعليم تحديدا، لانه ملف في غاية الاهمية وملف نقدر اللي احنا نصنع منه مش بس الحاضر، لا المستقبل كمان، ونقدر اللي احنا ننهض نهضة يعني تساوي نهضة الدول المتقدمة من خلال هذا الملف تحديدا بكل مراحله، سواء على مستوى المناهج أو أساليب التقييم اللي بتعتمد على أو بتعتمد على الفهم والاستيعاب والمعرفة ليس الحفظ والتلقين. ويمكن احنا بدأنا اللي احنا نخطو خطوة جادة تجاه هذا الأسلوب تحديدا المتبع في أغلب الدول تحديدا. خلونا نعرف تفاصيل أكثر من خلال دور ضيفنا الدكتور محسن فراج، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، اللي منورنا في الاستوديو. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير يا فندم. طيب، في البداية واحنا بنتكلم عن ملف التعليم تحديدا، هو واحد من الملفات الهامة جدا 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 اللي دايما على أولوية يعني الدولة، اهتمامات الدولة المصرية. واحنا بنتكلم عن هذا الملف تحديدا، في حاجات كتير قوي محتاجين ان احنا نشتغل عليها. في البداية لما ابتدينا نتكلم عن هذا الملف ونفتح هذا الملف، اهم النقط اللي كان لازم ان احنا نبتدي نشتغل عليها كانت ايه؟ يعني في البداية طبعا هو شيء جيد جدا ان يكون للتعليم كقضية امن قومي اولوية في اجندة الحوار الوطني، ويخصص في المحور المجتمعي لجنة للتعليم نظرا لكثير من التحديات اللي ممكن بتواجه التعليم في مصر، خليه ربما متراجع عن مستوى التنافسية العالمية. صحيح احنا احرزنا يعني خطوات خلال السنوات الأخيرة، تقدمنا عدة مراكز، لكن طموحات المجتمع المصري تجاه التعليم أكبر من كده بكتير. بتواجه التعليم تحديات كثيرة يعني لا تخفى على أي متابع. مرحلة التشخيص ربما يعني كل المجتمع المصري يدرك ويلمس أن هناك تحديات ومشكلات وصعوبات في التعليم، فعلينا أن نعطيها أولوية وأهمية
في أجندة الحوار الوطني، وأظن يمكن في جلسات هتتم في الأسبوع الثاني من الحوار، الأسبوع اللي هيبدأ من باكر إن شاء الله، يوم الأحد إن شاء الله بإذن الله، يعني يوم الثلاثاء أظن يوم 25 مايو في جلستين للتعليم قبل الجامعي. فمهم جدا إن يكون في تحديد واضح لعلاج والخطة اللي هنتجاوز بيها تلك التحديات. طيب، واحنا بنتكلم يا دكتور على التعليم، يمكن تابعنا من خلال الجلسات الماضية فكرة ارتباطه بعدد كبير جدا من الملفات وعدد كبير جدا من المحاور، وفي القلب منها بالتأكيد المحور الاقتصادي، وهنا بنتكلم على التعليم الفني. ازاي اقدر ان انا انهض بهذه المنظومة التعليمية وربطها بسوق العمل بشكل مباشر عشان اقدر ان انا اقدم كوادر تقدر اللي هي تنهض بمصر اقتصاديا؟ يعني طبعا التعليم الفني ظلم كثيرا في مصر خلال عقود كثيرة. يمكن النظرة المجتمعية للتعليم الفني والمهني نظرة متدنية، او بمعنى اصح يعني فيها فرق عن التعليم العام والتعليم الخاص. صحيح. فمهم قوي ثقافة مختلفة، يعني نتجاوز هذه النظرة المجتمعية اللي بتنظر للتعليم الفني والمهني على انه اقل شأنا من التعليم العام. دي واحد من اهم المشكلات اللي المفروض ان احنا نغير فيها ثقافة المجتمع وثقافة الطلاب. الامر الثاني ان الامكانات اللي المفروض بتتاح للتعليم الفني وتعليم جيد يجب ان تكون اكبر من كده بكتير. هو صحيح ان بدا يبقى فيه اهتمام وبقى فيه استراتيجيه لمحاوله تطوير التعليم الفني والمهني ونوع من التحديث لمدارس التعليم الفني وتحويلها الى مدارس تطبيقيه تكنولوجيه، دي خطوه على الطريق لكنها مش كل شيء، لان طبعا التعليم الفني والتعليم المهني مكلف للغايه، محتاج امكانات لوجستيه وبنيه تحتيه كبيره، يجب يعني توفير مخصصات لها. وفكره ان احنا نتبنى التعليم المزدوج اللي هو القائم او الذي يدمج ما بين التعليم النظري والتعليم والتدريب والتطبيق، دي فكره جيده جدا يجب التوسع فيها وتوفير امكانات اكثر لها. ايضا التعليم الفني هو يعني عصب الاقتصاد، وبالتالي علينا ان احنا يعني نعيد منظومه التعليم الفني والتدريب المهني بحيث ان احنا ننظر للمستقبل، ايه هي المهارات المطلوبه، ايه هي الاحتياجات الشخصيه والمجتمعيه اللي المفروض توفر في البرامج والمناهج الدراسيه، يعني مراجعه شامله لمناهج الدراسه في التعليم الفني والمهني وبرامجه بحيث ان يكون لها معايير للجوده تتفق مع المعايير الدوليه والعالميه. طيب، في عده عوامل يا فندم هي اللي بتحدد منظومة التعليم، جودة منظومة التعليم بشكل عام، منها جودة المناهج، جودة المدارس، طرق التقييم، حتى طرق التعليم في حد ذاتها، عوامل كتير جدا لازم ان احنا نشتغل عليها. احنا دلوقتي في مصر احنا بالفعل ابتدينا نخطو خطوات جادة في هذا الملف، لكن ما زال امامنا الكثير من التحديات بكل تأكيد، خاصة في ظل الزيادة الكبيرة في العدد السكاني المصري، الزياده السكانيه الكبيره. اهم التحديات يا فندم الموجوده دلوقتي، بما ان حضرتك يعني استاذ في المناهج وطرق التدريس ايضا، ايه التحديات اللي بتواجهنا الان اللي لازم نبدا ان احنا نعمل على حلها فورا؟ زي ما حضرتك تفضلتي، تحديات كثيره تتعلق بالمناهج، تتعلق بكثافه الفصول والطاقه الاستيعابيه للمدارس. محتاجين طبعا زياده في عدد المدارس، ولعل العنصر الاهم والاخطر في هذا الامر هو المعلمين. دي نقطه مهمه جدا. التعليم الفني ضروري جدا ان احنا نعتني بيهم ونضع استراتيجيه وخطه لاعدادهم بحيث يعني يستوعبوا التوجهات والافكار الجديده في كافه عناصر العمليه التعليميه. يعني تطوير المناهج وحده لا يكفي، فكره ان احنا يعني ممكن نطور مناهج لكن يعني يبقى في عناصر اخرى تفتقد لفكرة التطوير، لعل من أهمها المعلمين. يجب أن يعني يخضع تدريب المعلمين لخطة واضحة وتاخد وقتها بحيث تستوفي معايير الجودة في التدريب على المحتوى، التدريب على طب بجانب التأهيل يا فندم، إيه كمان اللي يحتاجه المعلمين؟
بالنسبه بجانب التاهيل، يعني زي ما حضرتك قلت من اهم العوامل هو المعلم ده. نعم. بكل تاكيد. نعم. ايه اهم خلينا نقول العوامل لازم تكون موجوده بحيث زي ما احنا بنتكلم مثلا على سبيل المثال البحث العلمي، الباحث لازم يكون جو المناخ العام حواليكم مهيئ ان هو يقدر يشتغل. نعم. نعم. المعلم ايضا نفس الفكره. تمام. في تجربه دوليه بتنفذ في اكتر من دوله ومن بينها مصر اسمها تجربه مدارس ستيم. مدارس ستيم متفوقين. هي بتدمج بين يعني هو في يعني في مصر التجربه طبقت على مدارس المتفوقين كنوع من التجريب، لكن هو تعليم ليس مخصص للمتفوقين فقط. انما يعني هو ممكن يبقى نموذج يمكن ان يحتذى به في التعليم العام والتعليم الفني. مدارس ستيم فكرتها بتدمج ما بين الاربع مجالات اللي هي العلوم والتكنولوجيا والهندسه والرياضيات. الفكره ان هو مش في يعني مش بتقوم على مناهج بشكلها التقليدي في فكره شرح الدروس او الموضوعات وتدريسها بشكل تلقيني وتقييم في شكل امتحانات، لا بتتجاوز هذه المنظومه او هذا الشكل التقليدي الى فكره اعمال العقل واكتساب المهارات والتكامل ما بين العلم والتكنولوجيا والرياضيات، ولازم يكون في مشروع الطلاب بينتجوه. المشروعات دي بتنتظم حول ما يسمى بالجراند تشالنجز او التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع المصري، زي مثلا مشكلات الطاقه، مشكلات الكثافه السكانيه، مشكلات المجتمعات المهمشه، مشكلات التلوث الى اخره. فالولاد بيتعلموا في هذا النموذج من التعليم ان هم يوظفوا معلوماتهم ومهاراتهم البحثيه ومهاراتهم العلميه ومهاراتهم الشخصيه والاجتماعيه في محاوله ان هم يعني يوجدوا نماذج على مستواهم طبعا لحل هذه المشكلات، بيمارسوا فيها كل انواع. صحيح. وحضرتك المهارات. حضرتك بتتكلم على مدارس النموذج ده شفناها رؤى العين تحديدا كمان، وشفنا النماذج المشرفه اللي بتخرج من هذه المدارس، شفناها في افتتاح سوهاج الجديده يعني اثناء تفقد السيد الرئيس لاحدى المدارس في مدينه او محافظه سوهاج تحديدا سوهاج الجديده، وشفنا قد ايه هم عندهم عقل وعندهم ابداع وعندهم رؤيه وازاي يتغلبوا على التحديات اللي موجوده. لكن يمكن سؤال جمانه هنا تحديدا مش فكري بقى الارتقاء بالتلاميذ، الارتقاء ايضا الفكري للاساتذه. واحنا عندنا حاجه مهمه قوي هنا في مصر دلوقتي، الاكاديميه الوطنيه للتدريب والتاهيل. ازاي نقدر ان احنا نستفيد بهذه الاكاديميه لصالح المعلمين انفسهم؟ انا كنت بدي مثال للنموذج اللي بيتم في مدارس ستيم باعتبار كيف يعمل المعلمين مع الطلاب في هذه المدارس. يعني بيعملوا ازاي؟ بيبقوا برضو فريق متكامل من المدرسين من زاويه التخصصات المختلفه في الفيزياء وفي الرياضيات وفي الكيمياء، وبيبقى في نوع من التخطيط المشترك، وبيبقى في نوع من التدريب على كيف ينمو المهارات لدى الطلاب، المهارات بانواعها، عمليه التقييم. فهنلاحظ ان هنا ان كل الممارسات التعليميه اللي بتتم في هذا النموذج بيبقى محورها واساسها هو المعلم. فاحنا ممكن هذا النموذج، واظن المدارس التطبيقيه التكنولوجيه بتاخد خطوات في هذا الاتجاه، فكره الدمج ما بين التعليم المزدوج. مش كل الاساتذه قادرين على يعني تلقين وتعليم، مش عاوزين نقول تلقين بقى لان احنا بعيدنا عن التلقين، لكن تعليم الطلاب بهذا الشكل وهذا النمط مش كل الاساتذه مؤهله طبعا. احنا كلنا اتربينا على ايادي اساتذه افاضل ولهم كل الاحترام والتقدير، لكن انا هنا بتكلم على اسلوب مختلف في الدراسه عكس الاسلوب الذي يعني اتبع أو كان متبع لسنوات وسنوات. حضرتك محق تماما في هذا الأمر في فكرة إعداد المعلم من البداية، من قبل ما ينزل لسوق العمل والمدارس، مهم جدا. وده طبعا بدأت كليات التربية والمجلس الأعلى للجامعات والبرامج المعنية بإعداد المعلمين، إن يبقى في تطوير لهذه البرامج بحيث تلبي الاحتياجات الجديدة والمستحدثات في مجال التعليم العام وفي مجال التعليم الفني. لكن احنا عندنا قطاع كبير جدا من المعلمين يمارسون المهنة، دول محتاجين طبعا لتنمية بقى مهنية بشكل جديد وبرامج تدريبية مركزة على الفعاليات والآليات اللي هي ليها علاقة بالأفكار التطويرية الخاصة بتطوير التعليم. صحيح. الفني. وده لا ينتقص من أحد.
بالمناسبه. لا بالتاكيد لا كلنا عايشين طول الوقت في تطور وفي اختلاف في كل المجالات ده اكيد بكل تاكيد. نعم نعم كل المجالات بتشهد تطوير في مجال الطب في مجال الزراعه في مجال التعليم، والممارسين الحاليين للمهنه بيخضعوا لبرامج تنميه مهنيه وتطوير ورفع للكفايه وللاداء في كل المجالات في التعليم. حضرتك يا فندم ان كل المعلمين مدرجين في ضمن خطه للتاهيل والتدريب لهذه الطريقه او هذا النمط من التعليم؟ بالتاكيد طبعا، يعني لا يحدث تطوير في اي مجال من مجالات التعليم الا ما بيكون الجزء الاهم من خطه التطوير والتعليم اللي هو التنميه المهنيه للمعلمين حتى على المستوى التعليم الجامعي كمان. يعني ما بيبقاش الاساتذه بيدرسوا مثلا في الكليات او في الجامعات، لا في دورات وفي برامج. لا بس يمكن ده مجال اكاديمي اكتر، فبيكون على يعني النمط التعلم فيه بيكون مستمر طول الوقت، لكن لو هنتكلم على معلمين المدارس فالوضع بيبقى مختلف شويه. طيب على نفس برضو في نفس السياق، فكره احنا عندنا مشكله مهمه جدا في مجتمعنا المصري متعلقه بالتعليم طبعا ما قبل الجامعه، وهي الدروس الخصوصيه. ايه الحلول او ايه التحديات اللي بتواجهنا عشان نقدر ان احنا نقضي على هذه المشكله؟ طبعا مشكله الدروس الخصوصيه مشكله مزمنه ولها تاريخ طويل في مصر تحديدا، وجرت محاولات كثيره لمحاوله يعني الحد منها او ايقاف هذه الظاهره السلبيه اللي بتاثر سلبا وبترهق البيوت المصريه وبتاثر على يعني طرق المعلم شخصيا لما يكون شغال طول الوقت نفسي للطلاب. ربما يمكن المسألة دي مرتبطة بالتقويم وبالامتحانات، يعني فكرة ثقافة التقويم والامتحانات ان الطلاب عايزين ان يبقى المعيار الوحيد هو درجته في الامتحان، درجته في الامتحان دي اللي بتحدد مستقبله، وبالتالي في تنافس على اماكن محدودة في المرحلة اللي هي مثلا بعد الثانوية العامة او بعد الاعدادية، فده بيخلي في نوع من الصراع النفسي عند الطالب وعند ولي الامر، وبالتالي بيدخل السباق بواسطه دروس خصوصيه. فلو غيرنا ثقافه الامتحانات ثقافه التقييم بحيث ان هو يكون موزع مش مركز على فتره زمنيه محدده ولا على معيار واحد وهو معيار التحصيل الاكاديمي اللي بيترجم في شكل امتحان، لو كان التقييم مستمر بيقيس كل المهارات اللي ربنا يعني وهبها للانسان من بينها التحصيل او المعرفه اللي هي بتتم في الاختبارات، لكن المهارات الشخصيه والمهارات الاجتماعيه ومهارات الاعمال نفسها دي ممكن تخلي المساله تبقى يعني اجرائيا واسهل، وتغيير ثقافه الناس واولياء الامور والطلاب حول هذا الامر ويصبروا شويه على اي فكر تطويري، لان برضو بيبقى في ضغط مجتمعي من اولياء الامور بيصطدم باي محاوله تجديد او اي تطوير، لكن التطوير يحتاج لوقت مش يعني مش عايز استعجال، في التعليم بالذات محتاج وقت كافي، ويبقى الدور اولياء الامور المتابعه مش التدخل، التدخل صحيح. احيانا بيفسد الفكر التطويري او بيحد منه. انا اعلم جيدا ان هي يعني بتهم البيت المصري واولياء الامور، بقى في نوع من القلق على مستقبل اولادهم، لكن يعني مزيد من الصبر تغيير ثقافه التقييم، وبالتالي من غير ثقافه التقييم هنغير ثقافه التعلم نفسها. مش تغيير ثقافه، فالدروس الخصوصيه ممكن تبقى تراجع. اتفضل. صحيح، مش فكره تغيير ثقافه فقط يا دكتور، لان انا اعتقد ان احنا بما اننا بنتحدث عن حوار وطني احنا كلنا محتاجين حاله مراجعه حقيقيه، محتاجين تغيير صورة ذهنية ونمط فهم كان سائد لسنوات وسنوات تغير بمتغيرات الأمور، مش هقول الداخلية فقط الدولية أيضا، فأصبحنا أمام حالة جديدة أمام أسلوب تكنولوجي جديد، لابد أن يتم استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية، لابد أيضا أن يكون هناك إدراك حقيقي من أولياء الأمور علشان يقدروا اللي هم يساعدوا أبنائهم، وهنا احنا بنقول يساعدوا أبنائهم لأن الممارسات الماضية هي بتضر أكتر مما تفيد. في حياة الأمر احنا كنا مستمتعين جدا بلقاء حضرتك وكلام حضرتك وتفاصيل يعني هذا الكلام. بنشكرك الدكتور محسن فرال أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس. نورت يا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك. نشكرك يا فندم. شكرا جزيلا. هانو في مجهود كبير جدا بتقوم بيه الأمانة الفنية للحوار الوطني عشان يكون في تنسيق على أعلى مستوى في تنظيم الجلسات والأفكار والموضوعات اللي بيتم مناقشتها. خلينا نتابع مع حضراتكم لقاء مع المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني. محور المجتمعي يعني محور شعبي بامتياز،
زي ما كان عندنا جزء من الحوار في جلسات السبت والحد والثلاث نخبوي شوية، محتاج خبرة شوية. النهاردة كان في بقى الحالات الواقعية والأمر الواقع والمشكلات العملية اللي ممكن تصور. الحقيقة أن قانون الولاية على المال وتنظيم الوصاية على المال من القوانين اللي بتتطبق كل يوم، وإحنا ما بنبقاش واخدين بالنا، ما بيحسش بهذا التطبيق إلا الشخص اللي بيتعرض لهذه المسألة. اللي بيحكم الولاية على المال قانون 119 لسنة 52. القانون بقاله فترة طويلة مطبق، محتاج مراجعة من حيث القيم المالية ومن حيث الإجراءات الإدارية. طبعا القانون في الأول وفي الآخر غرضه حفظ مال اليتيم، ودي يعني غاية نبيلة جدا يتعين يعني الإبقاء عليها ومحافظتها تماما يعني. لكن الحقيقة كثير من التغيرات المجتمعية حصلت في هذه في السبعين سنة اللي فاتوا توجب ان احنا نعيد النظر في بعض الإجراءات الإدارية والقيم المالية اللي موجودة في القانون. كمان التطور المجتمعي اللي حصل والثقافي اللي حصل على المجتمع المصري ان هو بيخلي الولاية في حالة عدم وجود الأب للجد، وأيهم أولى، الجد أو الأم، باعتبار أن الأم هي الطرف المعايش للطفل مرة يعني بشكل مباشر وبشكل مستمر، كانت محل نقاش النهاردة. حقيقة كل الآراء النهاردة اتقالت، الرأي المؤيد والرأي المتحفظ والرأي المعارض. الحقيقة تميزت النقاشات بحاجتين: رقم واحد احترام الوقت واحترام آداب الحوار والحديث، فلم يقاطع أحد، لم تستخدم لغة غير لائقة، إنما كان التعبير عن الأفكار، والاختلاف مع الأفكار مش مع الأشخاص. ده رقم واحد، كان يعني الحوار كان راقي. حاجة تانية أن تميز الحوار بأنه هو بدأنا نسمع حاجات عملية. النهاردة كنا بنتكلم عن أبليكيشنز لتقديم طلبات، بنتكلم على هل هو إذن ولا اختار في حدود نصاب مالي معين، هل ممكن ان احنا نوسع قيد يعني دائرة الفحص شوية بالنسبة لكشوف الحسابات، لما النيابة العامة يعني بتفحص كشوفات الحسابات دي ممكن نوسع القاعدة دي شوية، والنيابة العامة ممكن تستعين بجهات اخرى برضو تحت اشراف وولاية النيابة العامة. الحقيقة كثير من الافكار كانت افكار عملية. احنا طبعا في الجلسة الاولى عندنا في بداية جلسة تانية في خلال يعني وقت بسيط يعني، وادينا بس الحقيقة يعني الحوار كان كويس. معالي المستشار، يعني واضح انه هي في حلول ابتدت يعني تطابق زي ما نقول كده ارض الواقع، وممكن ان يتم تنفيذها على ارض الواقع. هل ممكن يكون في مؤشرات لتوافق مبدئي، ولا ممكن نقول ان احنا لسه في البدايات ولسه محتاجين وقت اكثر؟ الحقيقة اللي انا شفته من ردود الافعال بتاعة الحاضرين النهاردة في قضية الوصاية على المال يمكن بسهولة شديدة بناء توافق، لأن المشكلة كثير من الأسر بتلمسها. الحلول المقترحة حلول عملية لا تكلف كثيرا، إنما هي بس كانت محتاجة تسليط الضوء والدراسة والمناقشة. أنا متوقع أن يبقى في توافقات على كثير من البنود النهاردة. بنصبح على حضراتكم وأهلا بيكم، وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. ونبدأ نشرتنا الرياضية مع أخبار اتحاد الكرة اللي فتح خطوط اتصال مع أكثر من منتخب إفريقي على رأسهم الكونغو وزامبيا من أجل إقامة مباراة ودية لمنتخب مصر الأول، وده بناء على طلب من فيتوريا المدير الفني للمنتخب. الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم تدريباته امبارح على ملعب التتش بالجزيرة، وده في إطار الاستعداد لمباراة الترجي التونسي النهاردة في إياب دور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا. وعقد السويسري مارسيل كولر محاضرة فنية بالفيديو للاعبين، وده قبل انطلاق المران الجماعي لشرح بعض النقاط الفنية الخاصة بفريق الترجي.
فريق الزمالك فاز على أسوان بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت بينهم امبارح في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز. هدف الزمالك جه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول وسجله إبراهيم عنادعي. بالنتيجة دي رفع الزمالك رصيده ل 46 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، وأسوان في المركز ال 12 ب 31 نقطة. فريق سموحة فاز على فريق طلائع الأسطول بنتيجة 2-0 في المباراة الودية اللي أقيمت بينهم امبارح استعداداً لمواجهة فريق فاركو في إطار منافسات الأسبوع 29 من بطولة الدوري المقرر لها يوم الثلاثاء اللي جاي. وفريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك فاز على نظيره الأهلي بنتيجة 26-25 في نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية واللي بيستضيفها النادي الأهلي على صالة الملك عبدالله الفيصل بفرع الجزيرة. بالنتيجة دي توج الزمالك بلقب كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد. وفريق سيدات كرة اليد بنادي الأهلي حصد برونزية كأس الكؤوس الإفريقية اللي بيستضيفها النادي الأهلي بفرع الجزيرة، وده بعد فوزهم على أوتوهو الكونغولي بنتيجة 29-16. منتخب مصر للكرة الشاطئية تحت القيادة الفنية لمصطفى لطفي حقق فوز كبير على منتخب موريتانيا بنتيجة 8-3 وده في مباراة ربع نهائي كأس العرب، وأحرز الأهداف هيثم كوستا اللي سجل هدفين وعبد الرحمن الشافعي توتو هدفين وهدف لكل من الحسيني طه ومصطفى شيكا ومحمد عبد النبي وأحمد إيشا. ونروح للكرة الأوروبية، وتأهل روما الإيطالي لنهائي الدوري الأوروبي بعد التعادل السلبي مع فريق باير ليفركوزن الألماني في المباراة اللي جمعت الفرقتين في إياب نصف النهائي، وكان فريق روما حقق الفوز على باير ليفركوزن الألماني بنتيجة 1-0 في مباراة الذهاب. بالنتيجة دي تأهل روما لنهائي الدوري الأوروبي بمجموع المباراتين بنتيجة 1-0. كمان تأهل فريق إشبيلية الإسباني لنهائي الدوري الأوروبي بعد الفوز على يوفنتوس الإيطالي في المباراة بنتيجة 2-1 واللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات إياب نصف النهائي. كانت التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق هي عنوان مباراة الذهاب. بالنتيجة دي تأهل إشبيلية لنهائي الدوري الأوروبي بنتيجة مجموعة المباراتين 3-2 علشان يواجه روما الإيطالي. نادي أرسنال الإنجليزي أعلن امبارح عن تمديد حارسه رامسديل بعقد طويل الأمد، وده بعد المستويات الرائعة اللي قدمها مع الفريق خلال الموسم الحالي. ووقع رامسديل عقد جديد مع أرسنال حتى عام 2028. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع مرة تانية الجمعنا والأحمد ونكمل معهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا لميا. يعني خلصت النشرة الرياضية، لكن مازال الحديث كروي، الحديث الرياضي مستمر، لأن النهاردة يوم أنا بشوفه يوم حبس الأنفاس، يوم كل يعني قاعد ومتأهب للمباراة، بالتحديد جمهور القلعة الحمراء بينتظر النهاردة المباراة الثانية ما بين النادي الأهلي والترجي التونسي في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا اللي هتقام على استاد القاهرة، بعد طبعا تألق النادي الأهلي أمام المباراة الترجي التونسي في مباراة الذهاب، وشفنا نتيجة يعني كانت مرضية الحمد لله 3-0. نتيجة هايلة الحقيقة، يعني هي كمان هيلعب الفائز من مباراة النهاردة، طبعا كل المؤشرات لصالح الأهلي بإذن الله، هيلعب ضد الفائز من الطرف الثاني بين الوداد البيضاوي المغربي وسان داونز الجنوب أفريقي. خلينا نستعرض مع حضراتكم تفاصيل المباراة، فرص الفريقين في التأهل لنهائي البطولة مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ محمد عفيفي الناقد الرياضي. محمد صباح الخير عليك، ودايما بنتفائل بيك. صباح الخير جمعنا هانم، صباح الخير أستاذ عبد الصمد، وصباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر أينما كانوا. أتمنى دايما يكون في تفاؤل ومع بعض في إنجازات، لأنه تبقى مصر هي الأولى والأولى وكمان أولا. صحيح. فالأهلي هو بيمثل كرة القدم المصرية، ويهمنا فوزه بإذن الله النهاردة علشان يؤكد تفوقه، وبإذن الله في النهائي إن شاء الله، بس يعني الأهم يتأهل الأول بعدين أفكر في اللقب. أي ما كانت الانتماءات الكروية النهاردة أعتقد، وهو دي عادتنا كمصر. صحيح. ومصريين كلنا النهاردة بنرفع الراية الحمراء، الأهلي يمثل الجميع في هذه المباراة تحديدا. شايف الفرص إيه النهاردة؟ فرص كبيره بالنسبه للنادي الاهلي ما حققه في مباراه رادس الاسبوع الماضي، مباراه الذهاب من دور نصف النهائي في دوري ابطال افريقيا، يؤكد على انه النادي الاهلي
يجيد استغلال الفرص، وده كان بيفتقده في كتير من المباريات الماضيه، لانه ملوش علاقه بانه في غياب جماهيري في ملعب رادس في تونس، ملوش علاقه انه الحاله الفنيه بتاعه الترجي ما كانتش في اعلى حالاتها او غيابات بالجمله بما فيها مثلا مهاجمه المكوك بتاعهم الليبي المحترف في تشكيله الترجي حمدو الهوني على سبيل المثال، ويغيب عن مباراه النهارده كمان، ملوش علاقه. انت الكبير يشيل التقيل، دايما بقولها حتى وانا بعلق على المباريات، دوس ما ترحمش. الفرق الكبيره لازم تلتهم بره زي جوه، صحيح. في اوروبا دلوقتي ما فيش فكره انه انت مسجل بره ايه فيبقى جوه ليك فايده، او تسجيل خارج الديار بيفيد في حاله تعادل وهكذا. نفس الكلام في افريقيا، انت لازم تلعب على هذه القاعده انه تتفوق بره، لكن في نفس الوقت ما تحطش اهميه انه تفوقك مثلا بره يديك الافضليه في الداخل، لانه المباراه النهارده الناس كلها بتتكلم عن انه 3 لا شيء في مباراه رادس، فانت خلاص مرتاح وهتغير في التشكيله والكلام ده. مارسيل كولر ذكاؤه في واقعيته، هو بيتعامل زي اوروبا بقى، فكره انه 3 لا شيء ده في الكره الاوروبيه ممكن تترد وخارج ملعبك كمان. فالنهارده الترجي هيلعب بدون ضغوط، هو كده كده خسران، فكره كل مباراه هي مباراه مستقله بحد ذاتها، بالظبط كده. والترجي النهارده بيلعب على انه انا ما عنديش اي امل في اي حاجه غير انه بس اظهر مظهر يليق بقميص الترجي، اللي المفروض بالنسبه لهم طبعا قميص مهيب، 4 دوري ابطال افريقيا، فريق صحيح. مش سهل على مستوى القاره، بيمثل تونس، فبرضه عندهم دوافع حتى وان كانت مختلفه، لكن المدرب الجديد بتاعهم قال في المؤتمر الصحفي انه مفيش حاجه مستحيل، فانا هلعب على الفوز، ليه لا؟ لانه الحاله الذهنيه لو الاهلي مش مهيئ ذهنيا بشكل جيد والترجي تفوق من بدري في هذه المباراه، ممكن يخلي في كهرباء على الارض، مش كهرباء بتاع الاهلي، لكن يكهرب المباراه. كهرباء هيبقى موجود كده كده. كهرباء هيبقى موجود، قد لا يدفع بيه النهارده اساسيا، لكن ممكن محمد شريف هو اللي يدفع بيه النهارده، لكن بشكل عام لازم الاهلي يلعب بجديه من اول دقيقه من المباراه، وده كلام مارسيل كولر، انه من الاول حجم مصادر خطوره الترجي ايا ما كان الوضع، ايا ما كانت الغيابات، العب بشكل جدي من الاول علشان تقتل المباراه حتى وان لم تسجل، بس فكره انه انا جادي في التعامل مع المباراه كانه التعادل سلبي في الخارج وانا بلعب من اجل الفوز في القاهره، لانه كمان مشروع مارسيل كولر في ال 250 يوم تقريبا اللي خدهم على راس القياده الفنيه بالنسبه للنادي الاهلي، هو ما خسرش غير 4 مباريات بما فيهم 2 في كاس العالم للانديه و2 في هذه النسخه من دوري الابطال، فالفكره في انه كلين، كان الموضوع نظيف شكله حلو، هو كمان عايز يحسن الصوره بشكل اكبر ويدي عين حمراء للي جاي له فيما بين سان داونز في مباراه الغد باذن الله امام الوداد المغربي اللي هكون في بريتوريا في جنوب افريقيا، انه انا جاي من اجل اللقب، وانه ما حدث في دور المجموعات او نتائج سلبيه كانت موجوده انا يعني عديتها ونسيتها، وكمان جاي من اجل الحصول على لقب في رابع نهائي على التوالي، رقم 11 باذن الله بالنسبه للنادي الاهلي والكره المصريه. طيب في زي ما انت قلت كده في مشروع مارسيل كولر، صحيح بيكون في بعض المديرين الفنيين بيبقى عندهم مشروعات، عندهم استراتيجيه كده في ذهنهم، احيانا لما بتيجي تطبق على ارض الواقع مش بتمشي، لان في عوامل اخرى منها اللعيبه وهم العام عامل مهم جدا. وزي ما انت اتكلمت في دور المجموعات شفنا اداء مختلف مارسيل كولر مع اللعيبه برضو، ايه اللي اختلف؟ يعني احنا شايفين مارسيل كولر ونفس اللعيبه نفس البطوله اداء مختلف تماما، ايه اللي حصل؟ الظروف والتاقلم مع الظروف وكيفيه اصلاح، لانه المدير الفني مش فكره انه انا بعمل تدريبات وخلاص ومواقف على ارض الملعب والكلام ده، لا، فكره انه لو في حاجه بايظه انا اعرف اصلحها، انا الميكانيكي بتاع الليله يعني طبعًا. لو في فعلا حاجه بايظه انا مش فكره انه الوضع انا جاي فريق جاهز يبقى انا بعمل تدريب وسكاوتنج على الفريق الغريم صح. وابدا العب بالطريقه المناسبه وخلاص، فزت ما فزتش ما فيش مشكله، انا بصلح ما تم افساده او ما فسد ده من طيب. مني يعني ايه اللي تصلح يعني. ايه اللي كان بايظ وتصلح؟ زي ما قلنا فكره استغلال الفرص، كان الاهلي بيضيع فرص كتير جدا بما فيها مباراه 5-2 افتكر اللي هي كانت قدام سان داونز في بريتوريا، الاهلي جات له فرص كتير يمكن اكتر من سان داونز ولم يستغلها، وكانت ممكن النتيجه تتقلب على سبيل المثال، او في القاهره مباراه 2-2 امام سان داونز في دور المجموعات والاهلي ضيع ركله جزاء والوضع ما كانش كويس، وده صلحه كمان من الدوري بتاع الموسم الماضي اللي الاهلي خسره كمان. فكره انه بدا يكسب مباريات بشكل ثابت المستوى، بعض اللاعبين والتاقلم، فكره انه واحد زي مروان عطيه صفقه بصفقات النادي الاهلي كلها بما فيها كان لو كان محترف يبقى احسن منه. فالعين الخبيره اللي جابت لاعب يصلح نقطه ضعف كانت موجوده في النادي الاهلي، لانه كان بيعتمد على 2 بس. حمدي فتحي، عمرو سولاك اساسيين ومعاهم اليو ديانج بيدور حواليهم. دلوقتي بقى عندك مروان عطيه، ولو غاب السولاك بدا يرجع ممكن يدفع بيه النهارده في هذه المباراه. حمدي فتحي قد يتم فيه شك انه يدفع بيه لانه عنده كروت فمش عايزه يغيب عن مباراه الذهاب بالنسبه للنهائي ان شاء الله مع التاهل، يدفع بيه في اخر المباراه عشان ياخد احساس الملعب ما يغيبش فتره كبيره، الاهلي واخد راحات من مباراه الدوري ما بعد مباراه التونس. ففكره انه لا انا عندي خيارات كتير بدائل كتير وكلهم
فكر بقى انه ايه بيدخل كل واحد ترس بيكمل التروس اللي حواليه. مش ان هو لعيب جامد اسم كبير تقيل خلاص يخش، لا 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 لا، هو مين هيضيف لي؟ ما هو شايل محمد شريف، هو كان هداف الدوري مع النادي الاهلي ودفع بكهربا لما لقى كهربا عنده دوافع وبيكمل له الافكار الفنيه مع شادو سترايكر او مش مهاجم صريح، كمهاجم وهمي لكن بيخلص. فخلاه بيرسي تاو اقتنع بيه، قال لك الراجل ده هيديني اللي انا عايزه في المباراه اللي جايه. لما اداله ثقه والثقل الراجل دلوقتي هدفين في مباراه الذهاب وكاد ان يسجل اكتر والامور ماشيه كويس جدا مع الراجل، ما يقدرش ان هو يشيله من الملعب فتره من الفترات قدام طاهر محمد طاهر. ومع ذلك دلوقتي ما بيدفعش بيه كلاعب اساسي لانه حسين الشحات اجاد صحيح، فاللي بيجيد في التدريبات وهو عينيه ماشيه مع اللاعبين كلهم، ومش بس لان في لعيبه تدريب وفي لعيبه مباريات. يعني في لعيبه في التدريب ما تلاقيهاش منها خالص، وانا بحضر تدريبات الاهلي كتير. لما بيتحطوا في الاجواء بيختلف ادائهم تماما. صحيح 100%. فهو بيعرف يحط التوليفه الانسب اللي تطبع مع افكاره هو، مع السكاوتنج اللي بيعمله على فريق الغريم في كل مره، فيبقى في مرونه تكتيكيه يقدر يلعب بالطريقه الانسب وبيخلص انتصارات ونتائج رائعه جدا بالنسبه للنادي الاهلي مع مارسيل كولر. طيب محمد خلينا نتكلم بقى فنيا كده شويه، وغيابات النادي الاهلي وازاي هتكون مؤثره ام ليس لها تاثير في هذه المباراه. انا مش شايف ان في غيابات مؤثره بالنسبه للنادي الاهلي. الاهلي عنده عمرو سليح، احنا اتكلمنا عن انه كان عنده اصابه ويعود وقد يدفع بيه، ما افتكرش ممكن يدفع بيه، ممكن يبتدي بيه المباراه بعد كده يدي حمدي فتحي ما بعد ذلك. لكن مين كريستو لاعب التونسي مع منتخب الشباب التونسي مفيش مشكله بالنسبه له، هو مش لاعب اساسي في تشكيله النادي الاهلي. كندوسي النهارده ممكن يدفع بيه، مش شايف ان في غيابات مؤثره. حتى علي معلول قد يدفع بيه في هذه المباراه من البدايه كجديه امام الترجي، انه بيدي قيمه للمباراه. محمد هاني متالق بشكل كبير، متولي قد يعود لانه خلاص غاب عن المباراه اللي فاتت، بداعي قلق ما بعد مباراه السوبر المصري في الامارات والسقوط اللي على الارض والحاله ما بعد المباراه. الراجل عاد بشكل كويس جدا، واحتمال يبدا هذه المباراه على حساب ياسر ابراهيم مع محمد عبد المنعم في قلب الدفاع. فكل صفوف يعني مكتمله وكمان في احسن حالاتها. يعني انا بشوف في التدريبات ان اللعيبه على فكره برضو حلو قوي، انه يعني ايه جرين كارد او كارت بلانش كده، انه انتوا مش هتطلعوا مباريات الدوري هترتاحوا. ففكره انه السفر راحه 48 ساعه وبعدين ترجع للتدريبات بشكل تدريجي، مفيش ضغط مباريات على النادي الاهلي، ده مديهم شويه تهيئه ذهنيه وبدنيه علشان يلعبوا المباراه اللي جايه وما بعدها باذن الله في الفاينلز باكثر اريحيه، وده شيء كويس من الكره المصريه او مسؤولي الرابطه او اتحاد الكوره. فكره ان الاحتياطي نفسه قوي فما فيش فرق ما بين احتياطي او اساسي، اي ما كانت التباديل والتوافيق كلها واحد ومهيئ. وهو بيعمل حاجه حلوه قوي، تفصيله صغيره، انه اللعيبه ما بتلعبش كتير بيعيشها في المباريات، بيضغط عليها في التدريبات زيها زي الاساسي ويمكن اكتر كمان، علشان لما ينزل واحد زي محمد مجدي قفش عنده مشكله في انه لما بيبقى بديل ما بيبقاش بكفاءه اللاعب الاساسي اما بينزل من بدايه المباراه، ولما بيبقى طريقه لعب متغيره فما بيلعبش كجناح. يعني لو مش 4 2 3 1 هو بيتوه في الملعب. دلوقتي هو بيضغط عليه انه يتاقلم مع طرق لعب مختلفه، حتى وان كان في كلام عن انه ممكن يمشي ما بعد نهايه الموسم كاعاره او يرجع او الكلام ده، لكن لا غنى عنه، راجل مهتم بيه بشكل كبير جدا وممكن يدفع بيه في هذه المباراه، وعلى الاغلب انه يدفع بيه في هذه المباراه. لكن بيحاول يأقلمه على افكاره ومش عايز يخليه بالاحرى كده يحرقه في اي مباراه، ينزل يبقى شكله وحش فالجمهور يزعل منه. فده بيخليه اهدى شويه في اتخاذ القرارات، واللي تكسب بيه العب بيه وهو بيعمل كده. صحيح. طيب احنا هنكمل كلامنا فيه، لكن دلوقتي هنروح نتكلم عن فكره تامين كمان المباراه باستاد القاهره. وانتشر رجال الامن باستاد القاهره لتامين مباراه الاهلي والترجي التونسي اللي هتقام النهارده الساعه 10 في اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. ده حقيقه جمانة، يمكن في خطه محكمه يعني موضوعه من قبل الامن تحديدا لدخول الجماهير واطقم التحكيم وايضا تامين ممرات اللاعبين وخلق اجواء امنه للجميع للخروج من هذه المباراه بامن وسلامه، خاصه مع وضع قائمه محظورات على الجماهير للدخول بها في الاستاد، يمكن ابرزها زي ما احنا عارفين ومعتادين الشماريخ واللافتات المسيئه. خلونا نعرف تفاصيل اكثر عن هذه الخطه المحكمه امنيا من خلال العميد محمود القاضي مسؤول الاطقم الامنيه للمجموعه الافريقيه لتامين مباراه الاهلي والترجي. صباح الخير يا سياده العميد. صباح الخير يا استاذ احمد، صباح الخير يا استاذ جمانة والاستاذ عفيفي، وصباح الخير على كل المصريين. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني في البدايه لو تشرح لنا الاستعدادات الامنيه لتامين المباراه، خاصه انها كمان تؤهل لنهائي البطوله.
طبعا النهارده احنا عندنا ميعاد مهم مع مباراه الاياب للدور نصف النهائي دوري ابطال افريقيا بين النادي الاهلي المصري ونادي الترجي التونسي. طبعا المباريات النادي الاهلي مع الفرق التونسيه طبعا بتبقى مباريات تحمل الاثاره والمتعه، ومباراه طبعا مؤهله للدور النهائي، فطبعا هتتجه كل انظار وعشاق الاهلاويه والمصريين عموما لاستاد القاهره وفي تمام الساعة العاشرة. المباراة إن شاء الله في حضور جماهيري 10,000 مشجع. الحقيقة الشركة الإفريقية كعادتها يعني احنا بندي كل مباراة الأهمية الخاصة بها عشان تخرج بالشكل اللائق. كان في بروفة كاملة على تأمين المباراة أتمناها امبارح قبيل مباراة الزمالك وأسوان اللي كانت على استاد القاهرة، انهينا كل اللمسات وحطينا كل التصورات الخاصة بالمباراة. ان شاء الله احنا متواجدين يعني من بعد صلاة الجمعة في الاستاد للاستعداد لاستقبال الجماهير، متواجدين على البوابات وفي خطة لتأمين ارض الملعب وغرف اللاعبين والحكام والمركز الصحفي والاعلامي دون التواجد داخل المدرجات. يعني بأكد على أن عناصر تأمين الشركة الإفريقية ملناش دور ولا تواجد داخل المدرجات مع الجماهير، ودون ذلك إن شاء الله إحنا متواجدين وجاهزين لاستقبال جماهير الكرة المصرية. نعم. طيب سيادة العميد، عاوزين بقى حضرتك تشرح لنا كيفية دخول الجماهير والأبواب المخصصة لكل يعني فئة سواء كان الأهلي أو الترجي. عظيم جدا يا استاذ احمد. هو ان شاء الله المباراه النهارده بحضور جماهيري 10,000 مشجع مخصصه لجمهور الدرجه الثالثه شمال وجمهور الدرجه الاولى شمال والمقصوره الرئيسيه. جمهور النادي الاهلي اللي حجز التذكره للدرجه الثالثه شمال هيدخل من خلال الباب الرئيسي للاستاد صلاح سالم المطل على شارع صلاح سالم، ومنها هيتوجه الى بوابات الترنستايل الخاصة بالمدرج ومنها إلى المدرج مباشرة. بالنسبة للجماهير اللي مخصص أو اللي حجز التذاكر الدرجة الأولى شمال، دول مخصص ليهم باب آل رشدان الباب الرئيسي المؤدي للمقصورة. إن شاء الله هيدخلوا من خلال باب آل رشدان ثم ينتقلوا إلى الأبواب الخاصة بالترنستايل للدرجة الأولى شمال ومنها إلى المدرج. في عندنا المدعوين والضيوف وبعض الجماهير اللي معاهم دعوات أو تذاكر تخص المقصورة الرئيسية إن شاء الله هيدخلوا من باب آل رشدان ومنها إلى الأبواب الرئيسية للمقصورة الأمامية وهيتواجدوا في المقصورة. بالنسبة لجماهير الضيف مخصص 250 تذكرة هيتواجدوا في الدرجة الأولى العلوية أعلى المقصورة، وباب الدخول بتاعهم هو باب آل رشدان ومخصص ليهم مسار خاص بعيد عن جماهير النادي الأهلي ومنه يتوجهوا إلى الدرجة الأولى العلوية. سيادة العميد يعني أخيرا وسريعا جدا بعد إذنك، مواعيد الدخول إمتى وقائمة المحظورات أيضا؟ الصحفيين والإعلاميين مخصص ليهم باب الموهوبين وده باب مطل على نادي الزهور، دخوله من طريق النصر ومنه هيتوجهوا إلى المركز الصحفي والإعلامي. نشكر حضرتك جزيل الشكر العميد محمود القاضي مسؤول الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية لتأمين مباراة الأهلي والترجي. نشكرك يا فندم جزيل الشكر. عفيفي هرجع لك مرة تانية. قبل التليفون كنا بنتكلم، ابتسام كان بيسألك على فكرة الغيابات، وده ياخدنا بقى للسؤال اللي بعده على طول، التشكيل. تفتكر تشكيلة الأهلي النهاردة هتبقى عاملة ازاي؟ افتكر انه هيبقى فيه تغييرات بس في اضيق الحدود، ومن بدايه المباراه مش هيكون فيه تغييرات كبيره، لكن ممكن خلال احداث المباراه مع الاطمئنان للنتيجه وانه مش هيبقى فيه اي مناوشات من قبل الترجي انه لا خلاص ممكن يبدا يغير، يبدا يريح بعض اللاعبين، يدي فرصه زي ما قلت حمدي فتحي قد لا يدفع من البدايه علشان ما ياخدش كارت فيغيبه عن مباراه الذهاب في النهائي، فممكن يفكر في انه يخليه بس ياخد اجواء المباراه خلال الشوط الثاني من المباراه. لكن لا خلاف على انه محمد الشناوي قد يبدا هذه المباراه حتى وان كان هناك تفكير في حراس اخرين، لكن من البدايه لازم تبدا بكل قوتك مع علي معلول، محمد هاني، محمد عبد المنعم، متولي قد يبدا هذه المباراه، افتكر انه الكندوسي قد يبدا هذه المباراه النهارده، مروان عطيه هو دلوقتي بقى المحور بتاع نص الملعب مع اليو ديانج، عمرو السوليه ممكن يدفع بيه بدل من الكندوسي والكندوسي يبقى بديل في البدايه لعمرو السوليه عشان برده ياخد حساسيه المباراه ما بعد الاصابه. افتكر ان احمد عبد القادر ممكن يبدا المباراه، بيرسي تاو برده هو الاساس دلوقتي كجناح وممكن يبدا بمحمد شريف في هذه المباراه بدلا من كهربا في التشكيله الاساسيه بالنسبه للنادي الاهلي، قد تكون دي افكار مارسيل كولر.
مهمه جدا المباراه، هو دايما بيهتم كمان بالحضور الجماهيري. نقطه بس في موضوع الحضور الجماهيري، انه ادوا الناس الثقه، لانه الشعب المصري ذكي قوي، فلو اديتوا له بس حملتوا له مسؤوليه انه اظهر بالمظهر اللائق، احنا محتاجينك كده والله، من غير فرد امن واحد هيلتزم وهيهتم وهيبقى احسن من جماهير اوروبا كمان. صحيح، وهو اللي هينجح المسابقه، لانه الناس بتبص اللي قبل كده ده حقيقي. بالامس مباراه الاهلي والزمالك في النادي الاهلي، نهائي كاس كؤوس افريقيا لكره اليد، الجماهير الزملكاويه راقيه جدا، الامن ما تعملش، ده الامن كان بيسقف لهم وبيسقفوا لعيبه الاهلي، والزمالك كسب البطوله في النادي الاهلي ولا في اي حاجه، وانا حضرت مباريات كتير في البطوله وغير البطوله، الناس راقيه جدا وكويسه جدا، بهدوء، ما تحطوش الضغط ولكن حملوها المسؤوليه. صحيح. مع المنظومه هتلاقوها هي اللي بتدعم للنجاح، لانه الشعب المصري راقي وشبابنا عالي جدا وذكي جدا كمان. ده حقيقي. طيب يعني جمانة سالتك على التشكيل المتوقع، وما اتكلمناش على التشكيل المتوقع على الجانب الاخر للترجي وتوقعاتك بقى للنتيجه. طب هو شو بص، مبدئيا كده فكره انه معز بن شرفيه غايب كارثه في حراسه مرمى الترجي، لانه الراجل اللي كان موجود في مباراه الذهاب يعني بيقولوا شوط عليه ايه هتخش جول يعني. فالفكره في انه معز بن شرفيه غايب، رياض بن عياد غايب في نص الملعب، وكمان حمد الهوني الليبي غايب في الثلث الهجومي، اذا هناك ثلاث عناصر ثقيله قوي كان بيعتمد عليها، سواء كان طبعا المدير الفني السابق اللي هو نبيل معلول، او ما بعده اللي جه الحالي انيس المساعدي، هذا المدير الفني المؤقت اللي بيدير الامور الفنيه بالنسبه للترجي. كسور الترجي مش في حالته، لكن الاهلي بيعرف زي ما قلنا يدوس في التشكيله. طبعا لا غنى عن انه في كوليبالي موجود في نص الملعب، وده عامل مؤثر كديفندر بالنسبه للترجي. محمد علي بن رمضان خطير جدا، لازم اللاعب ده يتحجم خطورته، لان هو اللي بياخد الكوره من نص الملعب ويبدا يشكل خطوره او يسدد او يكمل كراس حربه تاني كمان، بيقطع ليه قطعات قويه جدا. فالعين على الديفندر بتاع النادي الاهلي ان هو يحجمه اصلا من نص الملعب. محمد علي بن رمضان لاعب الترجي طبعا، مع البوجريني بن حموده في نص الملعب، افتكر ان دول اللعيبه اللي عليها العين. طبعا لا غنى عن اثنين موجودين سرد باكات ومش في حالتهم اصلا، توجاي وياسين مرياح، الاثنين يتلعب عليهم بشكل كبير جدا، يعني الظروف مهيئه انا شايف كده. بس برضو الحذر، كل الحذر، لانه الترجي بيلعب بدون ضغوط فممكن يشكل لك الخطوره. اول نص ساعه من المباراه حجمتها، ضغطت عليهم على حمل الكره بشكل ايجابي بطول الملعب بشكل ذكي، وقدرت ان انت كمان تخطف هدف، ريحت نفسك بنفسك، بس ما تديهمش فرصه ان هم يهددوا مرمى النادي الاهلي، لانهم لو خدوا الثقه ممكن يلعبوا على فكره هدف مبكر، فزي ما قلنا يكهربوا المباراه من بدايتها، وده ما نتمناهوش. وما اعتقدش النادي الاهلي انه اصلا مع مارسيل كولر ولاعبيه بذكائهم وخبراتهم بيفكروا في رابع نهائي تقريبا نفس السكواد على التوالي بالنسبه لدوري ابطال افريقيا، انه هيدوا الفرصه للترجي بهذا الشكل، مركزين قوي. صحيح. وكان البطوله تنادي اصلا النادي الاهلي ما بعد دور المجموعات والخروج من دور المجموعات، او النجاه من خروج من دور المجموعات بهذا الشكل اللي بيدينا دافع بشكل او باخر. سريعا جدا، افضل سيناريو بالنسبه لنا ايه، الوداد المغربي ولا سان داونز؟ واختلف مع الناس كلها، انا اشوف ان سان داونز بالنسبه لنا كدوافع وككوره نقدر نلعب معاه اكتر من الوداد، لانه مباراه التتويج هتكون بره. ففي امور اخرى بتتحكم خارج الكوره ممكن تاثر على الاهلي بالسلب في المغرب، فانا اتمنى المباراه تكون في بريتوريا وناخد الكاس من سان داونز. في طار برضه، في طار، ولكن كرويا الاهلي بالنسبه له افضل سان داونز عن ما هو الحال بالنسبه للوداد بشكل او باخر. سريعا النتيجه كم كده؟ باذن الله الاهلي يتفوق لا يقل عن 2 لا شيء لو لعبها بذكاء النهارده، وعلى الفوز من البدايه باذن الله 2-0. واكيد لينا يعني كلام تاني بعد المباراه باذن الله يعني، الله. ويا رب الفوز للنادي الاهلي. بنشكرك يعني محمد عفيفي الناقد الرياضي على يعني هذا التحليل، ويا رب فوز للاهلي مره ثانيه. اشكركم جدا، شكرا. مشاهدينا 9 صباحا موعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع رامي حمدي، تفضل يا رامي. شكرا لك جمانة. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. يشارك اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية 32 في جدة. هذا وأكدت رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي سيؤكد في كلمته أمام القمة على أن جوهر الخروج من الأزمات التي تعاني منها المنطقة هو دعم الدولة الوطنية باعتبارها من مكتسبات الشعوب، محذرا من أن مؤسسات الدولة إذا تم تجريفها فإن ذلك سيؤدي إلى ضياع مقدرات الشعوب التي تحميها وتصونها الدولة الوطنية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية للوفد الإعلامي أن الرئيس السيسي سيؤكد خلال كلمته على توحيد الصف العربي ورغبة مصر الصادقة في دعم مساعي تحقيق التكامل بين الدول العربية وجهودها وقدراتها وإمكاناتها لتسوية خلافات البيت العربي بالتوازي مع المسار الدولي بشقه الجيوسياسي المتمثل في الأزمات الدولية.
وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي سيتناول في كلمته الحوكمة الاقتصادية العالمية وضرورة النظر في علاج منظومة التمويل الدولي، كما سيتطرق أيضا الرئيس السيسي إلى الأزمة في السودان وأهمية تسوية قضايا المنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار في الوطن العربي. قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان إن مجلس أمناء الحوار قد أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع القادم. وأشار المنسق العام للحوار الوطني إلى أن الأسبوع الثاني سيتضمن جلسات للمحور السياسي لمناقشة قضايا الأحزاب السياسية وقانون المجالس المحلية، على أن يناقش المحور الاقتصادي قضايا لجنة الصناعة ولجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، فيما سيناقش المحور المجتمعي قضايا التعليم قبل الجامعية والقضية السكانية. أدانت مصر اقتحام عدد من المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين والإسرائيليين ومجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى الشريف في إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام، وما صاحب ذلك من أعمال استفزازية وممارسات تهدف إلى التضييق على المصلين واستثارة مشاعر عموم الشعب الفلسطيني. وأكدت مصر أن ذلك يمثل تصعيدا غير مسؤول يؤجب المشاعر ويزيد من التوتر والاحتقان القائم في الأراضي المحتلة، مطالبة بضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس والذي يعد فيه المسجد الأقصى وقفا إسلاميا خالصا، مشددة على أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة في يونيو 1967 بالمخالفة لقواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية التي لا تعترف بضم الأراضي بالقوة. أفادت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بوقوع اشتباكات مع قوات الدعم السريع بوسط العاصمة الخرطوم، وأنها استولت على عدد من الأسلحة والعربات المسلحة. وأشارت القوات المسلحة السودانية إلى أن مجموعات الميليشيات قوات الدعم السريع طلقت عددا من الضربات في جنوب الخرطوم وأم درمان وشمال بحري، نتج عنها تدمير عشرات العربات المسلحة والقتلى من بينهم قادة بارزون. أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف استعداد روسيا للمساعدة في حل أزمة السودان. تصريحات المسؤول الروسي جاءت على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا العالم الإسلامي، حيث أكد إمكانية توفير منصة للمفاوضات بين الأطراف المعنية إذا لزم الأمر، ومشددا في الوقت ذاته على معارضة بلاده للتدخل الأجنبي في الشؤون السودانية. صدرت تحذيرات من غارات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا باستثناء المناطق الغربية النائية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وحذر الجيش الأوكراني من ضربات صاروخية محتملة في منطقتي أوديسا وماكيولايف الجنوبيتين، كما وردت تحذيرات من هجمات بطائرات مسيرة في كييف وفي مناطق غرب العاصمة. أكدت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء ريشي سوناك يعتزم الإعلان عن حظر الألماس وواردات المعادن من روسيا بما في ذلك النحاس والألومنيوم والنيكل، كما ستستهدف بريطانيا بالعقوبات 86 شخصية وشركة روسية من الدوائر المقربة للرئيس الروسي. يأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد قمة مجموعة السبع في هيروشيما اليابانية، والتي من المقرر أن تبحث فرض مزيد من العقوبات على روسيا. في سياق متصل، صرح مصدر أمني أوكراني بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيشارك في اجتماعات هيروشيما. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم مرة أخرى. النهاردة تنطلق القمة العربية في دورتها 32 في جدة تحت عنوان قمة التجديد والتغيير، بمشاركة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي بتأتي في إطار حرص مصر الدائم على تدعيم العلاقات مع الدول العربية واستمرارا لدور مصر في تعزيز العمل المشترك وتوحيد الصف لصالح الشعوب العربية كافة. ده حقيقة جمانة، يمكن قمة جدة هي قمة من
القمم الهامة في هذا التوقيت تحديدا لعدد من الظروف التي تمر بها المنطقة العربية، لأنها قمة بتستهدف التشاور، بتستهدف أيضا التنسيق ما بين الدول العربية الشقيقة وتعزيز المصالح العربية، خاصة في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة. يمكن على رأس هذه الأزمات الأزمة الاقتصادية العربية وغيرها من أزمات كدول الجوار. خلونا يعني نعرف تفاصيل أكثر لعدد من الملفات المطروحة على طاولة النقاش في هذه القمة من ضيفنا العزيز اللي منورنا في الاستوديو، استوديو صباح الخير يا مصر، سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. صباح الخير يا سعادة. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. طيب، في البداية هذه القمة هي تحت عنوان التغيير والتجديد، قمة استثنائية بكل المقاييس، رجوع سوريا مرة أخرى بعد غياب 12 سنة، رئيس بشار الأسد بيعود وبيترأس وفد السوري في هذه القمة. حابة أعرف من حضرتك تحت هذا العنوان ما الجديد وما المتغير في هذه القمة؟ عندما نتحدث عن القمة العربية الدورية في جدة اليوم، يجب أن نعود إلى الوراء قليلا، إلى نوفمبر الماضي عندما استضافت الجزائر القمة العربية الدورية السابقة بعد انقطاع 3 سنوات. نعم. كان آخر قمة عربية قبل قمة الجزائر في نوفمبر الماضي كانت في عام 2019. فقمة جدة هي بتأتي في سياق ما تم الاتفاق عليه في قمة الجزائر. في قمة الجزائر كان مفروض موضوع عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية في جامعة الدول العربية يطرح لاتخاذ قرار بشأنه، لكن في إطار اتصالات تمت بين الحكومة الجزائرية وبين الحكومة السورية ومع حكومات عربية أخرى تم الاتفاق على تأجيل البت في هذا القرار. من نوفمبر الماضي حتى أبريل ومايو الجاري حصلت تطورات إيجابية في هذا السياق. السعودية، المملكة العربية السعودية فتحت، قررت إعادة فتح سفارتها في دمشق، وبالمثل الحكومة السورية قررت إعادة فتح سفارتها في المملكة العربية السعودية، وده كان تطور كبير جدا في المشهد الشرق أوسطي. كما استضافت بعد الزيارة التي قام بها وزير خارجية السعودية لدمشق ولقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد، استضافت مدينة جدة اجتماع وزاري تشاوري مصر كانت مشاركة فيه، ويعني كان ده بقى نقطة الانطلاق على أرض الواقع لعودة سوريا. ثم أعقب ذلك اجتماع مماثل، اجتماع وزاري تشاوري في عمان الأردن، شاركت فيه مصر أيضا، وصدر ما يعرف باسم إعلان عمان اللي حدد فيه موقف الدول العربية من عودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية. ثم عقدت في 7 مايو الجاري الدورة غير العادية لوزراء الخارجية العرب، واللي اتخذ فيه حضراتكم قرار بعودة سوريا اعتبارا من 7 مايو لجامعة الدول العربية. في هذا الإعلان الذي صدر عن هذا الاجتماع كان في بقى حضرتك انتهاج سياسة خطوة مقابل خطوة، كان في تم تشكيل لجنة متابعة وزارية من المملكة العربية السعودية، من مصر، من لبنان، من الأمانة العامة، الأمين العام لجامعة الدول العربية، هيتابعوا مع الحكومة السورية خطوات التوصل لحل سياسي للأزمة السورية يكون منسجما مع قرار مجلس الأمن 2254 الذي صدر في ديسمبر 2015 وبيمثل خريطة الطريق لانتقال سوريا إلى حكم ديمقراطي مدني. فأتصور أنه هذه قمة، قمة جدة اليوم، هي التاريخ هيذكر ان هي سوريا اول قمه سوريا
تشارك فيها بعد 12 سنة من غياب عن أعمال عن العمل العربي المشترك. هذه القمة أيضا بتنعقد في إطار تطورات على إقليمية مشجعة، ولعل أهمها هو استئناف العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران. القطيعة السعودية الإيرانية كانت سببا أو أحد أسباب التوتر في منطقة الشرق الأوسط، صحيح، من الشمال الحدود السورية التركية حتى جنوب البحر الأحمر عند باب المندب في اليمن. لكن طبعا دي خطوة كبيرة للأمام لصالح المنطقة، لصالح شعوب المنطقة، ودي من ضمن دي لماذا بقى هو دي حضرتك القمة بتنعقد، قمة جدة بتنعقد في هذا الإطار الإقليمي اللي بيدعو إلى تفاؤل حذر أنه هذا عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، اتفاق سوريا مع الدول العربية على تشكيل لجنة المتابعة بالنسبة للحل السياسي في سوريا، الدور الصيني، الدور الدبلوماسي الصيني والذي مكن أو الذي ساهم في استئناف العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران، كما تابعت حضراتكم الوساطة الصينية واستضافتها في بكين في مارس الماضي وفدين السعودية وإيران. دي كلها حضرتك يعني القمة بتنعقد في هذا الإطار، ويعني في شبه إجماع أن هذه القمة هتكون قمة تحولات كبرى في طريقة التعاطي العربي مع الأزمات العربية. نعم سعادة السفير، بنتكلم على دورة هي الـ 32، ويمكن هذه الدورة هي محط أنظار دول العالم أجمع، مش هتكلم على الدول العربية فقط، علشان خاطر المتغيرات الجديدة الطارئة اللي موجودة على هذه النسخة تحديدا أو هذه الدورة من دورات جامعة الدول العربية الاجتماعات الدورية ليها، إلا أهمها ما حضرتك أشرت لي. لكن هذه القمة في الأساس ربما أهم الملفات المطروحة على طاولة النقاش، نتحدث عن ملفات سياسية وأيضا ملفات اقتصادية. إذا تحدثنا عن الملف الاقتصادي كونه هو ما يؤرق دول العالم أجمع وفي القلب منها الدول العربية، كيف سوف تتعامل هذه القمة مع ملف الأزمة الاقتصادية؟ يعني هي صدفة في التواريخ أنه اليوم بتنعقد القمة العربية الدورية في جدة في نفس الوقت اللي بتنعقد فيه في مدينة هيروشيما اليابانية قمة المجموعة السبعة. طبعا كما تتوقعون ونتوقع جميعا أن جزء من أعمال قمة السبعة يكون مخصص للتعامل مع الحرب في أوكرانيا وتشديد العقوبات على روسيا، لكن في جزء آخر اقتصادي. وهنا ده بقى اللي بيربط حضرتك بين السؤال الهام اللي حضرتك أشرته وبين الأوضاع الاقتصادية العالمية. المشاكل الاقتصادية أو التحديات الاقتصادية أمام العالم العربي ممكن نلخصها في الآتي: الأمن الغذائي، التغيرات المناخية وارتباط التغيرات المناخية بالجفاف، ندرة المياه وندرة المياه. التحدي الآخر هو إعادة الإعمار، إعادة الإعمار في الدول العربية التي تضررت من الخريف العربي بين مزدوجتين خلال العقد الماضي أو أكثر. ما هو دور الدول العربية، الحكومات العربية في مشاريع إعادة التعمير في سوريا، في لبنان، في اليمن، في ليبيا؟ ودوت هيبقى فيه تنافس عالمي شديد جدا على المشاركة في عمليات إعادة التعمير. يعني إذا خدنا سوريا كمثال، العام الماضي كانوا يقدرون أن تكاليف إعادة الإعمار قد تتجاوز 400 مليار دولار. فدي حضرتك يعني الشركات الأمريكانية والشركات الغربية هيبقى مساهمين، تريد أن يكون لها نصيبا في هنا. بقى مين اللي هيمول؟ السؤال الآخر، مين اللي هيمول إعادة التعمير؟
ليس فقط في سوريا وإنما في الدول اللي احنا ذكرناها. الموضوع الآخر بقى أزمة الديون الخارجية. أزمة الديون الخارجية إذا أخذنا في الاعتبار التداعيات السلبية لرفع أسعار الفايدة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الاتحاد الأوروبي وتأثير ذلك على الديون الخارجية أو عبء الديون الخارجية على بعض الدول العربية، ده موضوع أعتقد من الموضوعات الاقتصادية اللي هتؤخذ في الاعتبار. فلكن يعني طبعا الحرب الأوكرانية أثرت بدرجات متفاوتة على العالم العربي. في جزء من العالم العربي هذه الحرب كان ليها فوائد إيجابية، كان ليها تداعيات إيجابية، وفي جزء آخر من العالم العربي تأثر بالسلب. النهارده أمام القمة الاستفادة هي استفادة نفطية في المقام يعني بدون شك حضرتك، يعني الارتفاع أسعار البترول بسبب طبعا تداعيات أحد تداعيات الحرب في أوكرانيا. فالنهارده القرار العربي أو صنع القرار العربي أمامه يعني لن أقول معضلة، لكن أمامه مسألة هامة جدا. كيف يمكن توظيف بعض الفوائد في هذا الجزء من العالم العربي اللي استفاد بدون قصد طبعا من الحرب في أوكرانيا، كيف يمكن استثمار ذلك وفقا لشروط يتفق عليها بين الأطراف المعنية، كيف يمكن أن يساعد ذلك الجزء الآخر اللي تضرر بشكل كبير جدا جدا من الحرب في أوكرانيا. لكن يعني في إطار التفاؤل الحذر حول مخرجات قمة جدة اليوم، أعتقد يعني ممكن نتوقع يعني تناول أو تعاطي إيجابي مع التحديات الاقتصادية. طيب سعادة السفير، في ضوء إجابة حضرتك على هذا السؤال، بدون شك الملف الاقتصادي يرتبط ارتباط وثيق بالملف الأمني في الدول العربية. لو نظرنا على الأجندة أو الملفات المطروحة في هذه القمة، هي بتواجه تحديات كثيرة جدا في المنطقة العربية، تغيرات جيوسياسية، وأيضا يمكن لو هنتكلم عن المشكلات أو الأزمات اللي بتواجه الدول العربية، لو هنتكلم الأزمة الأخيرة في السودان، ليبيا، حتى الأزمة الاقتصادية في لبنان والعديد من الدول العربية الأخرى. وهم نتكلم على هذه المتغيرات يا فندم وهذا الوضع في الدول العربية، أيضا حتى عودة سوريا وسط عقوبات أمريكية مفروضة على النظام السوري، ماذا يتعين على قادة الدول العربية؟ خلينا نقول من خطوات أو قرارات أن يشملوها بعين الرعاية أو أن تكون مسلط الضوء عليها في هذه القمة. يعني أنا أتصور حضرتك أنه الحكومات العربية والقادة العرب أخذوا ذلك في الاعتبار. أما حضرتك ترجعي للإعلان الذي صدر أو القرار الذي صدر عن الدورة الطارئة لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة تحت رئاسة مصر بالنسبة لعودة سوريا، هتجدي حضرتك أنه العالم العربي أو القادة العرب الدول العربية مدركة يعني مدركة للنقطة الوجيهة اللي حضرتك أثرتيها، بحيث أنها تجدي حضرتك في توازن في المعالجة العربية لعودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة الدول العربية، اللي هي حضرتك أنه بتتم هذه العودة بتتم في إطار خطوة مقابل خطوة، في إطار تشكيل لجنة متابعة وزارية للحل السياسي في سوريا، وإن هذا الحل السياسي ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254 في ديسمبر 2015. فواضح حضرتك إن هذا التوازن، يعني بمعنى آخر إن في الوقت اللي العالم العربي في قرار صائب وقرار حقيقي جاء في وقته
وإن كان البعض يعتقد أنه جاء متأخرا أو من الأساس لم يكن ينبغي اتخاذه في 2011، لكن ده موضوع آخر وبقى تاريخ الوقت. حضرتك أنه الحكومة السورية عليها مسؤوليات. النهاردة في هذا السياق احنا ننتظر كلمة الرئيس بشار الأسد لكي نحاول أن نرى أي إشارة فيها للتعاطي السوري مع قرار عودة سوريا أو قرار الجامعة العربية بعودة سوريا. وأعتقد أنه برضو بعيدا بقى حضرتك عن الخط المتشدد لحد ما اللي الولايات المتحدة الأمريكية اتخذته بالنسبة لعودة سوريا، في تقارير إن في مفاوضات بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية. لكن أنا أعتقد والولايات المتحدة الأمريكية قالت يعني في أحد ردود الفعل الرسمية على قرار الجامعة بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، قالت إن الدول العربية بترى إن هذا هو النهج اللي حيؤدي إلى الحل النهائي، وإن الولايات المتحدة الأمريكية متفقة مع الدول العربية على الحل النهائي اللي هو الحل النهائي اللي هو تنفيذ ما ورد في قرار مجلس الأمن 2254. أعتقد حضرتك أن النقطة، وأنا أتفق مع حضرتك تماما أن هي يجب أن تكون محل رصد، هو كيفية التعامل مع التحفظ الأمريكي. يعني قبل يعني من قيمة 6 أشهر كان في معارضة أمريكية تامة لعودة سوريا، لكن هذه المعارضة انقلبت من معارضة تامة إلى تحفظ. صحيح. فهنا بقى الدول العربية إزاي تتعامل مع هذا التحفظ بحيث إن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر أو تدرك أو تقرر إن هي هتستفيد أيضا من عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. ودي طبعا دوت حضرتك بقى ده بيتوقف على الأمانة العامة لجامعات الدول العربية، بيتوقف حضرتك على العواصم العربية التي لها علاقات مميزة مع واشنطن. نعم سعادة السفير، يعني دفع آليات العمل المشترك وتعزيز مصالح الدول العربية ووحدة الصف هي طرق دائما ما تسير فيها الدبلوماسية المصرية، وربما ما يبرهن ذلك حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حضور القمم العربية والتوجه نحو هذا المسار دائما في حلول كافة القضايا العربية. كيف ترى مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الدورة، الدورة 32 لاجتماع جامعة الدول العربية؟ كما تعلمون مصر من الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية، ومصر كانت أول دولة عربية تستضيف قمة عربية في إنشاص في عام 1946، أي بعد عام من الإعلان عن إنشاء الجامعة العربية. ثم في تاريخ القمم العربية مصر استضافت قمم محورية، قمم مصرية، قمم مركزية في العمل العربي المشترك، من ضمنها كما قمة الأسكندرية في عام 64 وقمة الأسكندرية في عام 65، ثم حضرتك قمة سبتمبر 1970 لحقن دماء الشعبين الأردني والفلسطيني، ثم قمة أغسطس 1990 قمة عربية طارئة في أغسطس 1990 للتعامل مع الغزو العراقي للكويت في 2 أغسطس 1990. فمصر الدور المصري في الجامعة العربية في العمل العربي المشترك في احنا شاركنا، مصر شاركت في كافة القمم العربية باستثناء الفترة التي تقع ما بين 1979 حتى 1988. فإن مصر الدائرة العربية هي أهم وأخطر دائرة
من دوائر السياسة الخارجية المصرية. صحيح. الفضاء الاستراتيجي المصري، الفضاء الاستراتيجي المصري إذا جاز لي أستخدم هذا التعبير، هو بيقع في المنطقة العربية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. وبالتالي مشاركة مصر في القمة 32 بتأتي في سياق تاريخي، بتأتي في إطار استراتيجي ثابت للسياسة الخارجية المصرية بالنسبة للشؤون العربية. طبعا احنا أحب هنا أشير إلى القضية الفلسطينية، لأنه كل القمم العربية حتى قمة إنشاص في عام 1946 وبدون استثناء كانت القضية الفلسطينية. صحيح. كانت القضية الفلسطينية هي القضية المركزية. صحيح. القضية الأولى التي يتم التركيز عليها. طبعا من قمة إنشاص في عام 1946 حتى قمة جدة في عام 2023 القضية الفلسطينية مرت بمراحل عديدة بتطورات عديدة، منها الإيجابي ومنها غير الإيجابي، وفي عجالة يتزامن انعقاد قمة العربية في جدة اليوم بما حكتبعتوه أمس، ما سمي بمسيرة الأعلام في القدس. فطبعا حضرتك أنا يعني مصر دائما بتشارك في القمة العربية، ومصر تمثل أحد القوى العربية الرئيسية اللي دائما بتحرص بالتشاور والتنسيق مع الدول العربية على الحفاظ على الأمن القومي العربي. وفي هذا الإطار القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر هي قضية تتعلق بالأمن القومي المصري. يعني عندما نتحدث عن القضية الفلسطينية من القاهرة نحن نتحدث من جانب عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ممثلة في حل الدولتين، دولة فلسطين إن شاء الله في المستقبل القريب وإسرائيل. ثم ودي نقطة يجب دائما تكون محل نظرنا، إن لا، القضية الفلسطينية دي قضية بتمس الأمن القومي المصري والمصالح المصرية بطريقة مباشرة. بكل تأكيد يا فندم، يعني خاصة زي ما حضرتك ذكرت نقطة أو عنصر التوقيت هام جدا في ظل التصعيد مؤخرا، التصعيد الذي حدث في غزة، وايضا صحيح. فكره التوصل لاتفاق حول وقف اطلاق النار ايضا برعايه مصريه هي نقطه مهمه جدا. التوقيت حتى ما يحدث في السودان هي ايضا دول جوار لمصر، فنحن في ظرف وظرف عالمي اعتقد دقيق فيما يتعلق تحديدا بالمنطقه العربيه. بشكر حضرتك جزيل الشكر طبعا سعاده السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجيه الاسبق، دايما ضيف عزيز علينا في صباح الخير. شكرا يا فندم. بنشكرك. شكرا لوجودك معنا. مشاهدينا دلوقتي هنسيب حضراتكم لفاصل سريع، لكن فقرات صباح الخير يا مصر لسه متواصله مع حضراتكم حتى العاشره صباحا، انتظرونا. يعني في الحقيقة الحديث دايما مستمر وهيستمر خلال الفترة القادمة بمشيئة المولى عز وجل عن الحوار الوطني، ويمكن السبب الرئيسي في ده زي ما احنا عارفين ان الأمانة الفنية محددة 3 أيام لمناقشة الثلاث محاور، سواء كان المحور السياسي أو الاقتصادي أو أيضا المحور الاجتماعي، يوم الأحد والثلاث والخميس. وكان في هذه الجلسات مجموعة من النخبة اللي بيكونوا موجودين وبيقدروا لهم يطرحوا يعني عدد من الملفات وكيفية التعامل مع هذه القضايا. خلونا دلوقتي نشوف لقاء هام مع النائبة إيمان الألفي عضو التنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أولا أنا زوجة شهيد قوات مسلحة. لما بدأنا نتعامل مع المجالس الحزبية تراءى ليا ومن خلال الحوار المجتمعي اللي عملناه في التنسيقية ان في عديد من المشاكل متعلقة بولاية المال، ولان ولاية المال قانون منفصل، وزي ما حضرتك اشرت ان هو قانون 119 لسنة 52، قانون مر عليه اكتر من 71 عام. فهذه المدة بالتقادم ومع تطور الحياة ومع المتطلبات الاقتصادية والحالية ومع ظروف الحياة، الأموال دي في ظل هذا القانون وبالتقادم تفقد قيمتها. يعني لما أخش مثلا المجلس الحزبي أو النيابة الحزبية طفل عنده عمر يوم أو شهر ويخرج بعد 21 عام يلاقي أن هذه الموارد المالية والمقدرات اللي عنده لا يعني ليس لها قيمة، فده يعتبر ظلم.
فبالتالي بدأنا على تعديل التشريعات الخاصة بهذا الأمر. أولا وكان وجود الولاية والحضانة منفصلتين عن بعض، إن الحضانة مع الأم والولاية مع الجد أو العم أو من يتراءى له القاضي، كان بتعمل مشكلة. الجد يعني هو هي بترجع الولاية للجد والدرجة الثانية الأم، إن لم يحدث إن لم يكن هناك جدل قانوني، وده ممكن يفتعل في بعض الحالات. عشان برضو نبقى واضحين ان احنا لما هنا بنعالج في القانون بنعالج جميع الحالات. في فعلا حالات تم التعامل مع او خلق مشاكل وهميه مع الام عشان يتم سحب منها الولايه. تمام. فبالتالي احنا عالجنا دوت بان احنا عدلنا. وعلى فكره مش مصر بس اللي احنا بنتكلم في التعديل ده، السعوديه اقرت بالتعديل ده قريبا وخلت ان الاولويه الاولى للاب والام معا، لان هم نواه الاسره وهم اساس الاسره وهم الكائن يعني هم اللي بيوجدوا هذا الكائن الصغير الذي لا حول له ولا قوه بعد وفاه الاب في ان هو يتم تشتيته و مش هنقول تدميره نفسيا، بس بيؤثر نفسيا طبعا بالسلب. النزاع اللي بيبقى حاصل جوه الاسره دائما وحاله الحراك الغير مطمئنه ليه بسبب المال. دي كانت الماده الاولى. الماده الثانيه اللي احنا اتكلمنا فيها برضو كان الاستثمار لهذا المال، لانه المال في وضعه الحالي بيكون في حسابات، الحسابات ديت 7% يعني مع الوقت مش هيكون لها اي رجع. يمكن هذه النقطه تحديدا يعني سياده النائبه، كان هناك شبه اجماع من قبل كل المتحدثين في الجلسه عن انشاء صندوق معني باستثمار بالظبط التركه للقصر يعني او مال القصر. بالظبط. وده كان من احد الايجابيات العظيمه اللي خرجنا بيها النهارده. ان فعلا ان الكل كان بالاجماع شبه موافق على انه لازم يكون في صندوق خاص باموال القصر واستثمارها، وهذا الصندوق يكون سيادي للدوله. وعلى ان يتم يعني زي ما بنقول ايه دفع جزء من او يكون له نسبه في هذه الاموال لادارته، وده امر مشروع. وعلى فكره برضو جميع الدول الشقيقه بدات في عمل هذا، السعوديه عملته بس سميته هيئه لان هي قانونها بيتيح بالهيئات. فهذا الصندوق مع الوقت ومع تقادم هذا المال لما يخرج زي ما قلت هذا الصغير ويبلغ اشده ويبدا ان هو يحصل على هذا المال، هيلاقي حاجه يقدر يتسند عليها، حاجه توفر له سبل حياه كريمه اللي بيدعو ليها الرئيس. فالحياه الكريمه بس مش في تطوير القرى، الحياه الكريمه في ضمان عيشه سويه، عيشه مطمئنه لهذا الشاب بعد ان يبلغ اشده ويحصل على هذا المال. يمكن كمان سياده النائبه يعني استمعنا عن مقترحات بتقول ان الموضوع يعني الوصايا لا تنحصر فقط في الموضوع الخاص بالمال او الحفاظ او الولايه على المال بالنسبه للقصر، ولكن الموضوع يجب ان يتعدى للحفاظ على القصر ذات نفسهم. ازاي يتم تنشئتهم تنشئه صحيحه، تربيه، توفير التربيه الملائمه ليهم، وكمان ان احنا ازاي نتابعهم نشوفهم المستوى الدراسي بتاعهم ايه. يعني الموضوع فقط لا ينحصر في موضوع المال بتاع القصه. لا، هو النهارده كانت الجلسه عن ولايه المال، ده بس عايز اوضح حاجه لان هو قانون فعلا منفصل عن قانون الوصايا. يعني قانون الوصايا عامه واللي بينظم الحضانه والامور التعليميه والمتابعات من هذا الشق، ده للاسف ده قانون الاحوال الشخصيه. عشان كده حتى كان في اطروحات النهارده ان احنا ندمج كله في قانون واحد يبقى اسمه قانون الوصايا، بيرتب حياه هذا الطفل من ساعه الوفاه في كل الامور تحت قانون الاحوال الشخصيه. يمكن ايه كمان الافكار اللي هي استرعت انتباهك وكان عليها اقبال من معظم المتحدثين في الجلسه؟ انا النهارده قدمت فكره هي ما كانت جديده على الكل النهارده، بس يعني لقيت استحسان جوه، وده شيء عجبني جدا ان احنا وحدنا فكر القاعه النهارده في ان يكون الفكر حاجه واحده، ان احنا نخرج بتوصيات لمصلحه القاصر. احنا دعونا النهارده الحوار الوطني ان هو يدعمنا في وضع بروتوكول ما بين وزاره العدل ووزاره الاسكان، يقدر عن طريقه هذا القاصر الاستثمار بامواله بان هو يشتري، طبعا عن طريق الواصي يعني، بان هو يشتري شقق استثماريه عن طريق وزاره الاسكان، ده عشان تكون مؤمنه اكتر. وده بيدل على ان النهارده الكل كان بيدور في الاول وفي الاخر تاني على مصلحه هذا الصغير الذي ليس له حول ولا قوه. يعني يمكن دي سياده النائبه من الجلسات اللي هي شهدت تقريبا يعني شبه الوصول الى توصيات مجمع عليها. احنا بنتكلم على
توصية لها علاقة بتحويل الأم من وصية على ابنها القاصر إلى ولية على ابنها القاصر من الوصايا إلى الولاية. شفنا تقريبا شبه إجماع على فكرة صندوق الاستثمار الخاص بالقصر، شفنا تقريبا شبه إجماع على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالمجلس الحزبي. شايفة حضرتك يعني إلى أي مدى أنت شايفة هذه التوصيات ممكن أن يبقى ليها موضع تنفيذ قريبا؟ لا أنا بصراحة يعني عندي نظرة تفاؤل من أول ما بدأ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبنى هذه الأطفال، وكان ليه كلمة حتى أنا اقتبستها النهاردة في افتتاحية كلمتي لما قال إن أجود الناس وأعظمهم من صنى اليتيم، وهنا أحسست بالأمان فعلا على أولادي وعلى جميع الأيتام، لأن لما فخامة الرئيس بنفسه يتحدث إن هو وضع اليتيم أولوية أولى وإن اللي هيدور على حقوقه وهيصونها ده إنسان عظيم، فمن هنا يعني مش جاءت الأمال، لا من هنا آمنا بأنه سوف يحدث تغيير جذري في هذا القانون لصالح الأطفال. مشاهدينا بهذا اللقاء نكون وصلنا لختام حلقتنا النهاردة، كنا مع حضراتكم على مدار 3 ساعات من الساعة 7 للساعة 10 زي كل يوم. كمان صباح الخير يا مصر، يكون معاكم بكرة في نفس الميعاد. يعني خلصت حلقتنا سريعا يا جمانة، لكن غدا بمشيئة المولى عز وجل معاكم في نفس الميعاد. جمعة مباركة على حضراتكم جميعا يا رب، ونشكركم على طيب المتابعة.